يا حلاوي يا حلو الكلك حلا لا بنت عمي يا فريال شو مبين جينا البال والله ملهي بالناس ومشغوله بالقيل وقال مشغولي بالقيل وقال ومشغولي بالقيل وقال كل الفرح في الريال كريم كانت مجبولة بالحزن، ولكن عطتنا براكين من الفرح والسعادة من الكوميديا النظيفة في الريال كريم. شو بتقول لفي الريال كريم؟ How are you؟ وصلت وصلت أهلا Oh thank you Thank you. I am Miss Ferial. إلو زمان هالقمر ما بين. وانت حبيبتي مين عم يشوفكم؟ كيفك خالتي ياسمين؟ خزيت العين، ما انتبهت لي. هلا يا هلا منلك هالحالة، يا هيك تكون الحلوة يما بلا. خجلتيني. يقطع الخجل واللي بتاجر فيه. اتفضلي اتفضلي يا جارة. نحية اللي طلعت الشمس على ايدي. ليش وكانت كاسفة؟ يا ستي انت مش غريبة، هالبنت جايها عريش بعار مستعد انه يسقيها لبن العصافير وحضرتها دار باجرها بالارض قال ما بتاخده. يمكن البنت معدتها ما بتهضم لبن العصافير. عرضتوها على دكتور؟ لشو الدكتور؟ عشان يعمل لها فحوصات لمعدتها. حياتنا بالبيت كأنا في ريال كريم بالنسبة لي ما في كتير كوميك يعني عنا، يعني جوزي شفته ابو سمير بيضحك بالسنة مرة. انا بهيك امور حبيبي ما بمزح، عندي مواهب جوانية لازم تطلع لبرا. حبيت بعصام انه ذكرته بس هو عم يغني بأشر تاري بالمقابله كمان، يعني قال لك هيك، قلت له انت كيف القطعه بتنقين؟ قال لك بيجي المؤلف بيعطيني قطعه بلحنها والحمد لله بتنجح. يا حبيب قلبي تحياتنا للاستاذ عصام. يا دل علينا قديش طولنا لحتى فهمنا. شو بيك بهنيك على افكارك التقدميه. لكن يا ست صافي، لكن هيدا دماغ صافي يا صد صافي. مزبوط، دماغ ولا في محل فراغ. هلا انا سؤال ضعت انا تغمي شوي معروفه حتى شفتي. يمكن كيف بيقولوا يعني حبي لعملي، بهتم كثير كيف بيقولوا يعني انه بدي اعمل شيء يعني انجح. جاي يتعلم جاي
الزوج محمد كريم كان أمين على الحب وأمين عليها. يوم اللي راحت ضل كل لحظة وكل دقيقة وكل فجر يروح على قبرها يشرب قهوة هو وياها ويقدم لها وردة حمراء. الزوج الصديق رفيق العمر ورفيق التعب، شو قال بهديك الأيام قبل ما يرحل محمد كريم عن فريال كريم؟ احنا بلشنا 49-50 بمسرح فاروق. اجت فريال كانت بمصر مع والدها واختها هونيكا، كان عمرها شيء بين 7 و8 سنين يعني. اجت من مصر كانت عاملة فيلم بهالعمر هذا 7 و8 يعني، اسمه سكة السلامة. اجت بلشت كانت تغني منولوج، من البداية كانت تغني منولوج يعني، هي كان هيك دمها خفيف من صغرها يعني. كان في على المسرح قلت 3-4 درجات هيك. لما تخلص المغني ما تنزل هالدرجات تعيد كريم كريم، اربط انا شو قلت لي يلا سلقاني ما تنزل الدرجات وقف، انا لي يلا زدت حالك زدت حالها لعبها طفله بيناتنا يعني. ونحن كنا قريب كنت بال 17 يعني 18 هيك شيء، كنا اثنين محمد مرعي ومحمد كريم يعني. هو ينزل على الشام انا ضل ببيروت، يجي هو من الشام على بيروت انزل انا على الشام. نزلت انا على الشام صدفت على المحل اللي عم تشتغل فيه فريال بهالاثناء 3-4 سنين شوي نضجت فريال وركض يعني. بس شي فت على المحل فكرت حالها انه بعدها هي بنت 6-7 سنين وركضت بابا تعبطني ما على شي تركها بيها. بعدين اخذها لي بابا كنت صغيرة هلا صرت صبية بلشت تتبرع عيب ابن بلدنا وحبيبنا بتسلم عليه بإيدي. قلت لي يا بابا أنا بعرفهم بينه تقلى مثل ما عم قلك يا بابا، كان عنده أب كتير الله يرحمه. جبت على البيت لعند أهله طلع فيه مينة تم هذه أنا بدي أتجوزها، لقوها طفلة شو جايبها هي بقى الأسنين صارت تبكي هنا مثل اللي بدها أم هي عزت الدنيا عليها. أعبها ترقوا من درجة تخربي لي بيتي تحبسيني كذا ما انت جاي بدنا نتجوز بنا. مهم في عندي اولاد اختي اخذوها عجنينه صارت تلعب اياهم برا ب 13-14 بعد ما كملتهم كمان. بدي تقلدي لي هلا يا ستنا مين قلنا مين؟ بدي تقلدي لي الفنانه الكبيره طاروب. طاروب؟ ايه هون 10-10 تهددني بالحب وتقول لي ما عندك قلب بكره بترجع اطور يا ابو زاد الهلالي بكره بترجع اطور يا ابو زاد الهلالي وبتقول لي وقع عن الحب بتقول لي وقع عن الحب يا ابو زاد الهلالي يا مدابو بنار الحب
عين ما نامت ليلى وعين ما نامت ليلى وبكرة بترجع دوري يا ابو زيد وبكرة بترجع دوري يا ابو زيد اللي برجع دول لي وا عن الحب دول لي وا عن الحب تقول لي وا عن الحب ابو زيد الهلال الصورة علي نبلش بهالصورة هذه بعد جوازي شي سنتين تقريبا كمان رجعنا على سينما النصر عم تغني هون هي وهي الصورة التانية وقت اللي كنت أنا غني ومعي ست كنت أنا غني أعمل طبلو رئيس يعني هاي صورة هون بالتمثيلية كنت أخذ دور بصارة كمان لأنه الفترة الأولى قضيناها فترة 12 سنة بسوريا هاي الصورة صار عائلية منى وأنا والله يرحمها والتاني اللي جنبنا بنت أختها بنت بقدوميس هيدي من عمر هاي دي الصورة هون برنامج بالتلفزيون عنا هون محل ما في الله يرحمه إلي شفيق حسين جمال سركيس وفريال ومين اللي معنا هاني سميرة يمكن سميرة بارودي بين هاني مسرحية بالشام مع الأخ زياد مولوي وفريال بحياتها ما بتلبس قبل مني إلا قبل بساعة بنبهها أنا إنه يلا صار الوقت قوم البسي انهارها بالزيت قامت لبست قبل مني قالت لي شو مبين بعدك قاعد قال والله عاد هاي أول مرة أنا بشوفك إنه أنت سبقتيني يلا ها أنا لبسي خمس دقايق يلا شباب لبسنا ونزلنا وبلشت من ساعة اللي طلعنا من البيت لو وصلنا على جونيا هي عم بتنكت مع هالشباب وتنكت لهم ويضحك بتعرف طبيعتها يعني ما في شيء نهارها ما بعرف وطالعة وجهها عم بلمع كلها مثل العروس طلعت على المسرح أول غنية غنت أول غنية وتاني غنية فيها عريس وعروس غنتهم وباركت لهم وشدت العريس والعروس معها على المسرح بدأت ترقصهم هي عم تدق الموسيقى وبدأت تغني حسيت أني عم تميل وعملت بإيدها بس لما لقيتها عملت هيك ومش طبيعية وهو يبارتها وكنت أنا حملتها حملتها كمشت لي إيدي هيك وعصت على إيدي يا روحي يا حياتي يا تقبريني يا كذا بيعجز الكلام بس بدك تحكي عن مبدع راح المظلوم فريال كريم ما كانت تمثل كانت تعيش الحالة هي بالحياة هيك هي مهضومة وصديقة ومحبة
يعني استفدت كثير انا من تجربه بالدنيا هيك بابو الزوز، وكانت زمرد كانت تساعد، حتى رحمه الله عليه اديبنا الكبير محمد شامل ومعلمنا وتاج راسنا كان يذهل قد ما كانت ترتجل، قد ما كانت ترتجل. حوار الاستاذ شامل حوار مسجع فريال كريم من الزمن الجميل، من 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 برامج العيلة، ما كان يكتب ينصح بعدم وجود الأولاد. فريال كريم ماتت بطريقة قاسية، إنه تقول له للدكتور ما كان معه المبلغ لتعمل العملية، قالت له في اشتغل شهرين ثلاثة دكتور لأمن أنا المبلغ، إلا أم قال له إيه. من أول مونولوج أشطت وماتت، وهكذا فهمان، وهكذا العشرات قهرا في بيوتهم. فريال كريم أسطورة وأيقونة ومهضومة، ولادي وست الستات. وبعتذر إذا استرسلت بالحكي، أثناء تشييعها كنا عم نشيعها، هي ساكنة ببنية ونادي حمدي رحمة الله عليها ببنية تانية، وكمان يجب أن تكرم، فما قادرة تمشي نادية. هديتها أنا بإيد لتشوف جسمين في الريال، وهديتها صديق لإلي بإيد لدهرناها على البرندة، شافت الجسمين قالت لي لحقتك يا في الريال، لحقتك. وبعتذر منكم إذا عم بربط الأشياء ببعضها، كانت بطلة معي نادية حمدي بمسرحية الدبور، كل ما إجي يلاقي غرفتها معتمة ومشال الضوء، وكانت عرفت معها هيداك المرض، وبدأ القهر المادي المميت القاتل لإلها، وركب لها أنا ضوء بدون ما أعرف. لبيوم كمشتها عم تشيل هي اللمبة، قلت لها نادية أنا عم بهدل المسلين والفرقة، ليش عم بيعتموا الأوضة؟ أنت عم تشيل اللمبة؟ قالت لي إيه يا أحمد، عم بتعود على العتم. ما في حكي عن فريال كريم، في دمعة، في دمعة. كما شنا الله يرحمه محمد كريم كل يوم ياخذ ترمس القهوة ويروح على ضريحة. كنا عايشين، كنا لبنانيين، كنا عائلة. نحن ما بنعرف فريال كريم مسيحية إلا بس ماتت، لكننا بنعرف غازي أهوجي إنه سني إلا بالدفن. ما كنا نتعاطى بهالأمور، يعني الفرنسويين مين ما كانوا يكسر ايدهم اللي كتبوا المذهب على هذا، عملوا لك هويه، قال احترموك، اخترعوا لك اخراج القيد. هؤلاء كلهم ما كنا نتعاطى فيهم، كنا عيله، عيله بكل ما للكلمه من معنى. كان في علمتني الحياه، وكان في ابو المراجل وابو ملحم وابو سليم والبؤساء والدراما وحكمت المحكمه، تاريخ، هذا التاريخ. أبو الزوز ما كان إلي، هو كان أبو الشوش، مكتوب لحسن الله يرحمه. اتخانق هو عمه على المصاري، كان طالب 150 ليرة بوقتها، عرف كيف، وما كان يتجاوب مع عمه. قال له أنا بجيب واحد وبعمله نجم وب 35 ليرة، فأخذها الشوش وقال له، قال له بعتوا لي ورا هذا السعدان أحمد الزين، كان يسامرني كثير. رحت لعنده، كنت انا بوقت ابو المراجل وابو ملحم وابو سليم، انا كلهم اشتغلت معهم بالبدايات. قال لي يا صبي بدي اعمل منك نجم، قد ايه عم يعطوك هلا؟ قلت له شيء 10 ليرات، شيء ما بياخذ مصاري، عرفت؟ قال لي شو رايك اعمل منك نجم وب 35 ليره؟ انا بكيت، قلت له عم تمزح استاذ؟ قال لي لا ما عم بمزح، اشطبوا لي ابو الشوش، اشطبوا لي ابو الزوز. هيك فريال كريم تعرفت عليها بالتصوير، زوجها الله يرحمه كمان كان صديق مهم لإلي انا، وقبل وفاته رحت على بيته بالشام بجرمانة، رحت انا وشاب اسمه مازن لطفي فنان سوري، ورحت لعند سعد الدين بقدونس، برمت على كل اللي ناطرين العتم. انت كلمة شكر لك وتحية وشابو بار لتلفزيون لبنان، انه في لفتة كريمة منكم نحو التكريم لإنعاش الذاكرة، ولعل
وعسى يقوموا من الكومة هول اللي كامشين البلد وعاملين حالهم أولاد البلد. أنا ما بأمن بالوراثي لا بالسياسي ولا بالثقافي ولا بالفن ولا بالأدب ولا بالشعر ولا بشيء. ربك هذه الكاريزما يعطيها لمن يشاء ويحرمها لمن يشاء. الله يرحم روحك، بحبك كثير يا فريال. علمنا ألف باء الابتسام النظيف، كان امتداد للفرح في لبنان، صنع راي ما حدا سبقوا عليها. أبو سليم الطبل عمل فرقة لا يعلى عليها، ظلت متماسكة مع الزمن رغم أنه نحن ظلمناه، رغم أنه البلد ظلمه، رغم أنه الإعلام ظلمه، ولكن طل أبو سليم صاحب البسمة، صاحب البرامج الأنظف بالشرق. أبو سليم صلاح تيزاني، أهلا وسهلا فيك، ومين يحكي عن كل الفرح في ريال كريم غيرك، نورتنا. شكرا. هو كبير بالإعلام بالكلمة، وأنا حقيقة أنحني أمامه لأنه هو علمني الإعلام على الأصول. هو أول من كتب عني، هو كتب عن الجميع، عن كبار لبنان كتب، الدكتور فاروق الجمال، ومين ما بيعرف هذه القيمة الإعلامية. دكتور فاروق أهلا وسهلا فيك. شكرا، نورتني، توجتني بعمقي وعطيتني زر ورد. أنا ما بنساك، أنت أول من كتب عني، كان عمري 13 سنة وبكره حكتب عنه. تسلم. فنان الأهضم بأبناء جيله والأكثر صدقاً وسام صباغ، فعلاً طيب عفوي مثل ما بتشوفوه بالشاشة، رح تشوفوه هلأ اليوم معنا، من جيل ما بيعرف في ريال كريم شخصياً ولكن بيعرف إبداعات في ريال كريم. أهلا وسهلا فيك وسام. خليك نورتنا سنجل. والغاية من وجودك لتحكي هالجيل الجديد، هالجيل الشباب، شو بقولوا للكبار، لوحدة كبيرة أيقونة مثل في ريال كريم. أهلا وسهلا فيك. خليك. يعني شرف أن أكون بين أساتذة كبار وأحكي عن حدا ما بتكرر اللي هي في ريال كريم. أهلا وسهلا فيك أبو سليم. أنت تاج الفن في لبنان والشرق، كيف تعرفت على في ريال كريم؟ حبيب قلبي، نحن أول ما جينا على التلفزيون كان العنصر النسائي مفقود، ما في، كنا شباب نعملهم حط لهم بيريك ونعملهم آنسات لحتى يمشي الشغل، ما بصير تشتغل بس مع رجال. المهم بدنا بنت، شفت الأستاذ علي شمس الدين الله يرحمه، ده كان أمين سر نقابة الممثلين. أيوة، قلت له يا أستاذ علي بلك بدنا بنت بدنا، قال لي في نادي حمدي وفي ليلى كرم وفي وفاء طرباي وفي وفي، هاو ما بيشتغلوا، نحن بدنا كوميك، يكون دمه خفيف كوميك، هاو دي درام كذا يعني هالط. قال معنا ما يمكن، نحن أول ما جينا يلاقونا مثل أنه هال جايين من عالم آخر، ما حدا يقرب يسترجي يشتغل معنا. المهم قال لي في بنت بدك تشوفها اليوم، بدها تطلع برنامج بيروت بالليل، شوفها. مرأة كان برنامج بيروت بالليل اللي قدمه حسن المليجي. شفتها أنا، لقيت هاي اللي كنا عم ندور عليها، قلت له كيف بدنا نشوفها؟ قال هاي بتعمل بمسرح فاروق، كان في مسرح فاروق هذا بيشتغل من الساعة 10 للساعة 12 بالليل وحده مستمر، بيطلعوا ويقولوا. نزلت أنا والأستاذ علي عدنا، طلعت بهالبنت شغلة على المسرح بتاخذ العقل. قلت له هو ده اللي كنت بدور عليه. قال لي وأنت حضرت فيه؟ قلت له طيب. جينا خلصت المرافتنا لجوا، عم نحكي معها، قال ما فيك تحكي معها لأنه هي في وكيل أعمالها زوجها الأستاذ محمد كريم. جينا يا محمد قصة هيك هيك، بدنا بنت نحن فرقة. قال يا أستاذ بدي شوف النص شو كذا. قلنا له عن النص، ونحن أوقات نخرج شوي عن النص. إيه أكيد. قال شوي ولا كتير؟ قلنا له شوي وكتير. المهم قال لي ايه معلش هيك حتى ما تقيدوها، لأنه هاي بدكم تحفر كل جمعة بدك تعمل. قلنا له طيب مشي الحال. والله جبناها، أول عمل عملناه معها كان الأبواب السبعة، هذا سبع حلقة. إيه سبع حلقة. بتفوت ببيت تطلع تطلع من البيت. تطلع. المهم أبواب السبعة رجعنا عملنا المليونير المزيف. مزيف. رجعنا عملنا سيارة الجمعية، رجعنا عملنا لأجل فلة. هيدي قصة فلة، قصة شغلة. هيدي الست تزوجت شخص حطت صورته بالبيت توفى، أخذ ورثت منه بوسطة، والتاني ورثت منه بناية وحط صورة فاضية للتالي لتتجوز التالي، وهي بدها أبو سليم. أبو سليم بس شوف الصورة فاضية يطير عقله. ليش وقفته أنا للبرنامج؟ هو لازم يكون 13 حلقة،
بعشر حلقة وقفته. ليه؟ قال البوسطة هاي اللي نحنا بدنا إياها، قال هيدي اللي كانت بعائلة الرمانة، بوسطة الحرب اللبنانية، يخرب بيتكم شو جمالها. وقفوا وقفوا دخلكم خدوها روحوا عني. إن شاء الله بتضلك تعطينا أبو سليم، ما توقف حبيبي. وابتدى يترجع أخذها الأستاذ محمد شامل، بس عملت برنامج هي اسمه أم أخبار. إيه بالأول مستغرب ليش لا صوروه، هذا كتبه سامي السيضاوي، المفروض يعرضوه، ما بيصير الا موجود. هو ما كان مباشر هيدا والله؟ ما كان مباشر، مش مسجل بس. لا الوان العمل بعدين، نحن على كل حال ارشيف تلفزيون لبنان كبير ورح نبرم عليه ان شاء الله. هذا اسمه ضروري اسمه اخبار، انا حاضره شغلي. دكتور فاروق، نعم. نحن عن جد سعداء بوجودك. الله يخليك. نحن تلاميذك، انت من الصحافي اللي فيها ايقونه المدرسه النظيفه اللي ما كانت رخيصة أبداً، وما اشتغلت صحافي صفرة. كيف تعرفت على كل الفرح في ريال كريم؟ شوف الحديث عن فنانة عظيمة من هذا الوطن اللي بتحمل اسم في ريال كريم، أيقونة العمل الدرامي في لبنان، حديث بيطلب منا الحقيقة، عم بيحكي كصحافي وأستاذ جامع، بيطلب منا حلقات. أنا ححاول سلط بانوراما صغيرة أو فلاش عنها بشكل كون منسجم مع نفسي قبل ما أكون منسجم مع المشاهد أو الرأي العام. تفضل. في ريال كريم لم تلد وفي فمها ملعقة من ذهب، بل ولدت وفي فمها ملعقة من خشب أو من وجع. فرقة كريم تعذبت كثير بحياتها، مشت فوق الشوك وشظايا الزجاج، لم تكن الطريق أمامها يعني فقيدة لبنان إذا صح التعبير. أكيد بس مثل لم تكن معبدة بالزهور ولا بالرياحين، تعذبت كثيراً كثيراً منذ إطلالتها الأولى بمسرح التحرير يلي في ساحة البرج، وعرف فيما بعد بمسرح فاروق، وهذا المسرح كان أسسه من عائلة بيروتية عريقة من آل كريدية، يعني أنجال القبضاي البيروتي أبو عفيف كريدية. إطلالتها كانت متواضعة ولو كانت أحياناً من وراء الكواليس، ولكن ما كانت تتمتع به من ذكاء حاد بالفطرة وحضور فوق خشبة المسرح أو على خشبة المسرح، من موهبة. هنا يقول محمد شامل فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة، أكيد الموهبة هي مرسوم من السماء وليس مرسوما جوالا. نحن بنشكرك لانك عملت كتاب عن الدنيا هيك، عن محمد شامل. عن محمد شامل، وهذا الحقيقه اللي زر ورد لمحمد شامل، وما يسمى اضعف الايمان، لان لما تاريخ او تاريخ رجل مثل الاستاذ صلاح تيزاني حفظه الله، او محمد شامل، او كتابي عمر الزعني، او شوشو، او هلا الرحاب إيه منصور. نعم. نعم. هلا المهم انه التي اعطته بمشوارها من خلال نصف قرن اذا صح التعبير تاريخيا او تاريخيا في ريال كريم كان كله مفروش بالدموع، لانه الوجع والقهر الذي عاشته وعايشته في ريال كريم اذا صح التعبير ولد عندها هذا يعني الشعار. حربت الحرمان والقهر بالابتسامة، يعني اللي بيشوف ريال والابتسامة ما بحس انه هيدي عندها مشاكل، كلها على طول مبسوطة وما بتقدم الا الفرح. وهي هذه فلسفة الضحك او اضحاك او الضحاكون مش مسحة ابدا، لما مرت بمرحلة من خلال هذا المبنى الاعلامي الرسمي في تلفزيون لبنان، وتحية لإنه كلهم، لأنه أنا اشتغلت باسم الأخبار، خياط هون اشتغلت باسم الأخبار قبل الدكتوراه يعني من اليسوعية. في ريال كريم
لما بتاخد صفحة من صفحات الكتاب العمري أو من عمرها، لما بتقلد شخصيات مثل فيروز، مثل صباح الله يرحمها، مثل فهد بلان، سميرة توفيق، مثل ست سميرة الله يحفظها، سميرة توفيق، بيفتكر الجمهور أو بعض عينات شرائح المجتمع اللبناني إنه هيدا سذاجي، إنه هيدا العملية سطحية. لا لا أبدا، هيدا عملية بمنتهى الإبداع، وهنا يقول وبدأ شغل وهنا يقول دريد كمان. وهنا يقول دريد لحام بالإذن الأستاذ صلاح والأستاذ وسام، يقول التقليد قمة الإبداع. صحيح. فهي كانت في قمة الإبداع لما قلدت هذه الشخصية، وهي قلدت وما شوهت أبدا مش مثل ما عم بيصير هلأ. أستاذة وسام، أنت من الجيل اللي ما التقيت أكيد بالسيدة فريال، ومع ذلك بتكن لها كتير من الاحترام. قديش تعلمت من هذه التجربة؟ لأنه حقيقة أنت تتميز بهضامة كتير كتير جميلة، نحن بنحبك يعني. فأديت علمت من هالتجربة، وكيف تعرفت على تجربة فريال كريم؟ هلأ نحن جيل تأثرنا بكل كوميديان، لأن لما تبقى الموهبة عندك إياها فبتحس أنت أي حدا هيك عم بيلمع هالشيشة وعم يجرب يفرح الناس ويضحكهم بيكون مثل أعلى لألك، ومن ضمنهم فريال كريم لأنها كانت هيك فيها طاقة جميلة جدا، وفيها العفوية اللي موجودة عن كل كوميديان. يعني أنا كنت حس بكتير مطارح إنه هي عم تطلع عن النص تجاه زملائها، كانت تميز بالارتجال. صحيح، يعني عم ترتجل بشكل كتير عفوي، بدليل إنه ردود فعل الموجودين حواليها الممثلين اللي ما يقدروا يضبطوا حالهم، وما في كلمة برات الطريق، لأنها هي يعني من بيت ومن بيئة بتحترم الناس اللي هي عم تفوت لعندهم من خلال هالشيش. وهي كانت شفافة يعني بتعاملها، والغريب يعني إنه لما كانت ترتجل ما كانت يعني تتدخل بخصوصية الناس وما تشوه الناس. فعلاً، وهي كان عندها كمان فينا نقول تعدد بالمواهب، سواء إذا كانت صحيح إنه كان صوتها جميل، تغني، تأدي، تمثل حلو، تقدم حلو، يعني هيدا الموهب الشامل اللي كانت موجود بكتير من الجيل القديم اللي هلأ منا موجودة أكيد بأجيالنا. صحيح. أنت شو استفدت من فريال كريم؟ أنا تعلمت إنه كيف إذا بدي أنا وصل ضحكي فيني وصلها بكتير نظافة، باحترام، بروابط، بالتزام، لأن إحنا تحت راية الكوميديا هلأ نزعل كتير لما يروحوا على مناطق بشعة جدا من البزاءة. صار في إسفاف وبزاءة للأسف، بعتذر عن الكلمة يعني. فعلا، فنحن تعلمنا من فريال نظافة، وتعلمنا من أستاذ صلاح. أنا كتير مأثر بأستاذ صلاح لأن بعتبره قدوة لإله، وبعتبر أنه إن شاء الله قادر أوصل ل5% من اللي هو عمله بحياته بالفن النظيف الهادف. أصيل بيعترف هيك بحضور أبو سليم النظافة الفنية، وخاصة الكوميديا اللي بتضحك من قلبك بعفويتها. طيب مدامنا عم نحكي عن الابتسامة، خلينا نشوف فريال كريم كيف قلدت السيدة فيروز وإبداع ما بينت. شارع غريب تجي هيك البنت من بيت العتيق، وإلا انطريني وتمطر عالطريق أو يروح وينساها وتتبل بالشديد.
لك حبيتك بالصيف، حبيتك بالشتاء، آه نطرتك بالصيف نطرتك، وعيونك الصيف وعيون الشتاء ملقانة يا حبيبي، خلف الصيف وخلف الشتاء، خلف الصيف وخلف الشتاء. شكرا. استاذ صلاح، هل كانت فريال تتدخل بالنص اللي انت كنت تكتبه؟ هل كنت تكتب انت لشخصيه فريال كريم؟ ايه، ادوار فريال كنت اكتبها لفريال بعد ما عرفت قديش بتعطي. تكتب لها 5% بتعطيك 15%. برافو. تكتب لها شغله هيك تتمشي فشخه بتمشي 10 فشخات. يا اخي الفن، كنا بنقول لهالعالم يا اخي الفن موهبه. انا اؤمن بالعلم والدراسه، هذا بتهون الطريق بدل ما تطول كتير بسرعه بتجي، لانك عم تتعلم شو عمل غيرك وكذا. هي كانت هالموهبه عندها اياها، وبتشتغل على المسرح. يلي بيشتغل على المسرح مع الجمهور كتير بياخد، بيعرف الاشياء اللي بتناسب الجمهور. صحيح. واللي بتضحكه واللي 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 بصير هو بيكون فكره عنده خاصه. هالكوميديين بالعالم هيك معروف عنهم انهم بيرتجلوا من ايام ديلارتي لايام شارلي شبلين لكذا الى اخره. فهي كانت عندها الموهبه فوق العاده. نحن نضحك بس نعطيها الشغله، نضحك لانه عم تعطينا اكثر ما لازم يكون. الست هيدي أسطورة أنا بعتبرها. كنت لما ترسم لها الشخصية كانت هي تتدخل أو هي تطلب منك أن أعمل لي هيك سوي لي هيك، ولا كانت على طبيعتها تاخدها؟ لا ما تتدخل، لأنه أنا دارس الشخصيات كلهم شو بيعطوا لحد وين بيوصلوا. أستاذ اللي بده يكتب إذا ما عارف الممثل بتصير شغلة حزوره، بصير شخصيات ورقيه. اذا بتعرف الممثل، انا ممثليني بعرف انه هذا عنده للتسعة ما بحطه الى العشرة، لانه اذا طلع على العشرة بده ينزل. فبتبقى دائما ضمن الى اخره. وبعدين انا ما استعملت، شوف هلا بيستعملوا كل شيء. العاهه انا ما قربت عليه، مثلا مجنون عصر افتر اكتر بهودي كثير بيضحكوا، بس هودي عيب تهريج صار. انا بعتبرهم عيب استاذ، ما بس تهريج، عيب. حدا بيضحك على المجنون؟ حتى بمصر انا بشوف فيلم بيحطوا على المجانين بالقهر، او واحد بيعرج، او واحد اعمى قال بفوتوه، نسوان قاعدين بفوت الاعمى بصير بيقعد بحضنها وبحضنها. يعني هذه اساءة. اساءة دكتور جهان. العاهة عيب بتمثلها وتضحك عليه. يعني هلا اختلفت النظرة للكوميديا، وصار هلا غالبيته بيحاول يعمل تهريج. يعني هلا الكوميديا استاذ بالعالم، بفرنسا في شانسونير واحد بيعملوا هيدي الشانسونير، كانوا بالاول كرمال هذا ملك فرنسا يسبوه على الطريق وكذا يحبسوهم، صاروا بقى يهربوا يقعدوا بالكباري يحكوا ويغنوا ويمثلوا إلى آخره ويسبوا الملك. قالوا له بالكباري بعدهم عم يسبوا، قال لهم تركوا نار، قال عم يشربوا ولا بس يطلعوا، بيطلعوا داخل ما بيحكوا ينسف. مش برا عم يحكي للعالم. قداش في ريال كريم كانت تضحككم أمام الكاميرا أنتوا عم بتمثلوا معها؟ لأنه كنا نلاحظ أوقات لا شعوريا أنكم تضحكوا. أنا أستاذ أوقات بتضحكن علي، أمشي بتعمل لهم، أنا كان إلي شوي اللي بعمل فيه أنا هيك أو شيء. بس تجي بتقول لهم يلا قوموا، وبيفقعوا ضحكوا، عشو عم تضحكوا؟ عم تضحكن علي، عفهمان ما بتخلي حدا. الله 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 يرحمه. أكبر خسارة للفن بهالبلد، خسرنا هالفنانة العظيمة. الله يطول بعمرك. ظاهرة لم تتكرر. دكتور فاروق، انت يعني عم تكتب وكتبت وبعدك هلا، والعصفوره قالت لنا انه رح تبلش تكتب عن بعض الاعلاميين خاصه الكبيره سعاد قاروط العشي، بس قديش كان توحيلك في ريال كريم انك تكتب عنها؟ في ريال كريم
أنا كان إلي الشرف يعني أكتب عنها ببدايات الصحفي بمجلة الشبكة. كنت مسؤول أحد محرري الشبكة بعصر الذهبي للشبكة، وكنت أكتب عنها حوارات وأخبار وكل النشاطات اللي كانت تقوم فيها على المسرح بمسرح التحرير كما ذكرنا والحفلات الخاصة سواء في بيروت أو خارج بيروت بالمناطق خاصة بالمواسم السياحية. كنت أكتب عنها، ولما كنت حاورها وروح لعند عبيتها الله يرحمها بيرانت البيضة، لما كنت سواء بالإذاعة اللبنانية بس مباشر أو بالمجلة أو بالمجلة أو بالميادين الصحفية اللي أنا اشتغلت فيها، كانت لما كنت أسألها سؤال كانت تجاوبني بشكل جواب صحيح عفوي ولكن في عمق تجربتها، مثل ما تفضل أستاذ سليم شيخ الفنانين اللبنانيين والعرب، إنه هذه الظاهرة لن تتكرر. فإذا الجواب الذي كنت أنا أطرحت سؤال بعدين يأتي يعني كانت تعطيك الجواب اللي بدك إياه، كانت تعطيني الجواب يعني بعمق. طيب دكتور فاروق، يعني أنت التقيت بكل هالفنانين الكبار وأنت كبير منهم، كنت تحس في انفصام ما بين شخصية فريال وحواراتها، لقاء الشخصي بالبيت، شخصيتها على المسرح صحيح بالشاشة، صحيح. أم كانت هي هيك طبيعتها هيك؟ سؤال كتير وجيه. هي كانت تتمتع بعدة شخصيات، الشخصية مثل ما تفضل شانسوني، وكان حاول صديق الله يرحمه وسيم طبارة يستوعبها بأعماله الشانسونية مع إيفيت سورسو والكوكب اللي عملوا معه، يومتها رفضت بإصرار، محبة هذا يمكن لأول مرة بروح فيها السر، ما حدا معه خبر، رفضت تعمل مع وسيم طبارة، ما بعرف شو الأسباب. لا هي يمكن بدها تفوت بالمجال يمكن السياسي، يمكن بعرفها بس لا، ولكن مؤمن بالرقابة الذاتية. لا بس أنا بقول لك يعني يمكن ما بدها تفوت بالبعد السياسي نعم بهالمعنى. وكانت تعمل شخصية الإعلام المرئي يعني مع الأخ سريع ومع الدنيا هيك، يعني هالشخصية هالشخصيات المتعددة في مسيرة فريال كريم لم تكن عفوية دكتور جهاد أو عشوائية، كانت ذاتية مما تفضل الأستاذ وسام، إنه هالموهبة الخارقة إذا صح التعبير كانت تتجسد من هنا، لأنه هي إنسانة موهوبة بشكل مدهش. صحيح. يعني دهشة عندها، يعني لما كانت تطلع عن المسرح سواء بمسرح فاروق الشعبي أو الجماهيري وانتقالها لشاشة التلفزيون ومن ثم للمربي مربي الأجيال محمد شامل، هذه التعددية بالشخصية لم تكن إجت كبسة زر أو عفوية، لأنه هي متمضل الأستاذ الحبيب الفنان المثقف الأستاذ وسام، ولدت وفي فمها ملعقة من فن، يا خلينا نقول نغم مثل نجاة الصغيرة أو نجاة في عندها موهبة، عندها موهبة. هالموهبة كانت ترعب الآخرين. ليه؟ لأنه منا دخيلي على محراب هذه الموهبة، يعني هي تنامت مع هذه الشخصية وتفاعلت وبما تملكه من ذاتية، إذا صح مرسوم رباني مرسوم عند الخالق تعالى، هالموهبة ما فيك تجيبها لمين ما كان. عنا بلبنان شو إبراهيم مرعشلي، ناس إلهم شخصيتهم، كان لبنان عرف المونولوج أو فن المونولوج بالخمسينات مع الزعندي. لا أول شيء إجوا بالخمسينات من مصر من أرض النيل، بعدين قبل الزعندي دكتور جهاد في شخصية سورية أو إذا صح التعبير حلبية اسمه عبد الله مدرس. هذا عبد الله مدرس أنا كتبت عنه وعشت شوي بداية الصحفية معه، وكان عايش ببيروت بيته بفردان، وكان ساخر قتل
واغتيل بإحدى الحفلات، حفلة أعراس بمنطقة الغبيري. يومتها مشان لما الروس حاولوا يعملوا طلعوا الكلب اسمه لايكا على الفضاء، فقام هو خرج عن النص وجرح شوي برحمه الله الرئيس كمين شمعون، يعني خرج عن النص بشكل غير مألوف. فما ما بدي احكي بالتفاصيل هون، خلينا بفريال كريم. احنا فاغتيل، فاغتيل لانه عمل ثلاث حفلات بعرس آل حيدر بالغبيري. عبد الله مدرس اكيد الاستاذ، عشان هيك علشان هيك ست فريال كريم ما فاتت بالبعد السياسي. أيوة. بالمونولوج ضلت بالبعد الشعبي. هلا اجى من بعد منه الولادة الثانيه، هو الناقد البيروتي ابن مدينة بيروت ابن العاصمة اللي هو عمر الزعني، وأني أرخته عفوا، كان ساخر جدا ومدرسة قائمة بحد ذاتها ولن يعود لبنان كوطن. صحيح. بأمثال عمر الزعني، والله يحفظه الأستاذ صلاح والحبيب الأستاذ محمد مسان. شامل هذه أنا ظواهر حلوة. عمر الزعني بلش اللبناني بشكل عام بأطيافه أو بطوائفه الكريمة يعرف قيمة غياب هذا الرجل، لأنه أول من حارب الفساد. نحن الآن نسمع بسيمفونية الفساد، هو أول من حارب الفساد. على كل حال الحديث قبل الظاهرة الرحبانية، على 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 قبل الظاهرة الرحبانية. على كل حال حديث معك بطول، بس بدنا نرجع لفريال كريم لانه انت بحر من المعلومات ما شاء الله. هلا اخذنا شمال يمين بس كله مفيد. انا يعني بعتذر من وسام. لا استاذ وسام استفيد منك. اي اكيد استاذ وسام الله جيلك انت، هل يمتلك العفويه تاع جيل فريال كريم؟ يعني بغالبيتهم كانوا يتميزوا بهالعفويه. بنحس هلا هالجيل رغم انه فات على المدارس على الجامعات، بس ما عم نحس، ما فينا نعمم والتعميم خطأ وجهل، بس ما عم نحس بالعفوية اللي كانت بهديك الجيل. ليه؟ هلأ شوف الزمن يمكن يكون يعني غلطان ما بعرف صحيح. لا ليك الكبار ما في ماش عم بتكرروا، ما في كبير إجا بموهبة هيك شاملة وموهبة وصلت لقلوب كل الناس وتكررت. يعني مع سبحان الله البيئة بتختلف، التكوين كله عم بيختلف، الطبيعة البيئة، فمواهب لا بتحس انه في فرق، في فرق كبير. هلا بيبقى انه نحن قد ايه فينا نتاثر بكبارنا وقد ايه نجرب مش نقلد بس نمشي على خطى الفن الملتزم اللي قادر هو يوصل للناس ويفرحهم ويوصل حاجه، اللي هي البسمه هي حاجه، الضحك حاجه عند البشر. انت بس تضحك، في ناس بيعالجوا بالضحك، اللافينج ثيرابي اللي هو معالج بالضحك، قد ايه هو تاثيره على الناس جيد حلو. لأن نعرف نحن اللي بيحضروا تلفزيون هن الناس عندهم يعني هيك إمكانات قليلة، يمكن ما بيقدروا يظهروا ويسهروا ويروحوا على المطعم ويروحوا يمكن حتى على أبسط إشياء، فعندهم تسلية تلفزيون. بس العفوية اللي كانت عند فريال كريم كانت بتخليها تفوت على كل بيت طبعاً. على كل الأجيال، الكبير الصغير كله بيحب فريال كريم، برأيك لا؟ لان برجع بقول لك الكوميديان عنده ضعف الناس عليه، لان بيفرحهم من نص قلبهم وبحسوا حالهم صار عندهم سعاده، الصغير بحبها الكبير بحبها كل العائله. ليه بقول لك انه هلا بيمشي اثنين على الطريق فنانين، لا واحد كوميديان واحد عادي، بتلاقي الناس بتهجم على الكوميديان لانه دغري. صحيح. بالنسبه لهم بتلاقوه بشكل علما مهرجانات العرب ما بيعطوا جوائز للكوميديان، بيعطوا للي بيبكي غريب. بما انه حكيت استاذ فاروق عن الفساد، عندنا نحن فقره اساسيه بالبرنامج، فنان موريس مصري بيرسم كاريكاتير ومتميز، فعمل اشياء حلوه عن السيده فريال كريم، اذا بتشوفها معنا هيدي عن الدولار حلوه كثير. شو استاذ وسام شو رايك؟ الله الدولار ولا الاخضر ابراهيمي؟ لا الدولار هو الاخضر على كل حال. ابو سليم هذه كثير حلوه. موريس من بيتعمق بشخصيه الضيف اللي نحن مكرمينه او اللي بنتكرم فيه، وبيشتغل من خلال اعماله الفنيه. برات البيت عامل لي عنتر وجوات البيت بطعمينه زعتر. هذه كثير حلوه.
هذه مأخوذة من أغنية لإلها واللي قبلها أرقورك يا بديع. أرقورك يا بديع كانت حلوة. بلدنا مش بلدنا هيك. بلدنا مش هيك. أنتوا اللي عملتوا هيك. لأنه أكيد بلدنا منه زبالة. بس أكيد هن اللي عملوا هيك. فعلاً يعني. وأيام في ريال ما كان يغرم كان في حرب بس كان بلدنا حلو. وبيضل حلو بذاكرتنا إن شاء الله. دير بالك على الوطن دير. هي تحية للجيش اللي هو سياج هالوطن. هي دير بالك حماتك دير. فالأستاذ موريس قلبها دير بالك على هالوطن. الله يحمي هالوطن. جميل. ويخلي رموز مثل فريال كريم يتكرروا إن شاء الله. يعني الكبار ما بيتكرروا بس إن شاء الله بيجي أحلى إذا الله راضي على هالبلد. شوف دكتور جهاد تدر. مش قصة كبار هالي ظواهر. فيك تجيب سياسي ابنه سياسي بس ما فيك تجيب صالح تيزاني ابنه مثله صحيح. او عمر الزني بنته وداد او دلال مثله مثلا يعني صحيح. او وديع الصافي ابنه فادي مثله. لا الظواهر ما بتتكرر عند السياسيين. انا بقول انه كان الله راضي علينا بعث لنا هالكبار مثل ابو سليم والسيدي صباح والرحاوي وفيروز ووديع ونصري. بس هلا ما بعرف اذا بعده راضي علينا. حبيبه قلبي هيك عم تخجلونا كثير. نحن لحد هلا انا بعتبر نفسي انه انا ما عملت شيء لازم اعمل. كنت احسن من هيك بس كانت الظروف ما تساعد. كان اجى الحرب واجت المشاكل وجينا التلفزيون ما منتشر بالبلد وشغلات يعني كانت كتير بنا شو اسمه. ولما ارتاح التلفزيون وتعمم وصار صاروا يروحوا واحد ورا واحد. وهذا حال الدنيا. والبركة أنا قلت لهم وهلأ بقوله قدام الجمهور في اثنين متنبأ لهم بجو كوميدي قلت لهم إياه حبيب قلبي وسام وجورج خباز. ايه جورج خباز هودي هاتنين. انا مع وسام. جورج خباز انا مع اثنين حقيقة. لأقول لك ليش جورج خباز ووسام. انا كنت نجار اعمل الديكور واعمل القصة ومثل وبيع الكروتة وقاعد العالم بالصالة واطلع مثل وهن هيك بتشوفون. انا بتطلع بجورج. طيب ما في نساء تذكرك صورة عني استاذ ابو سليم. ما في نساء يذكروك بفريال كريم. ايه ما في نساء يذكروك بفريال كريم فنانات. ما في حدا بيحل محل حدا. اكيد حدا اكيد بس بيشبه لمحه بيلمحوا مصر. هيك مصر فريال لان كانت لما كانت على المسرح بمسرح فاروق تشتغل كوميدي. اللي بيغني بس كوميدي بيبقى عنده محلات هيك بيوقف حده. هي مفتح لها كل شيء. بتقلد فلان بتعمل فلان بتساوي اللي بدها اياه بتساوي. على وسام انت فت بعالم المونولوج. أنا بداية وقت قدمت على استديو الفن ب92 تقريبا هيك مرقت على الموضوع بس ما طولت فيه لأن أنا اعتبرت أنه استديو الفن هيك مثل بوابة اللي أنا طل منه على الناس. وكنت أعمل نوع من سكتشات مش تقليد يعني كنت روح على سكتشات أكتر. نحن بنقول أحيانا ككتاب وكنقاد وأستاذ دكتور فاروق كمان بيأيدني بالرأي أنه اللي بيضحكنا مبارح ما بيضحكنا اليوم واللي بيبكينا مبارح ما بيبكينا اليوم. بس أنا بحس في ريال كريم لو هلأ بعدها موجودة كانت بدها تضل تضحكنا. هالطاقة اللي كانت عند في ريال كريم يعني نعمة. بس أنت بالنسبة لك بشو بتتميز في ريال كريم؟ يعني أولاً هي من عامة الشعب من طبقة شعبية يعني هي بتحس بوجع الناس فقدرة تحكي عنهم. هي سريعة الملاحظة دقيقة كتير سريعة البديهة. يعني الارتجال شو هو؟ الارتجال بده كتير ذكاء. هي إنسانة ذكية مثقفة لأن فيك ترتجل وتطلع برات الصحن وتكون عم بتجرح وفيك ترتجل بثقافة لتقدر هيك توصل فكرة سريعة لأن أحيانا لحظة ارتجال أهم من أي نص مكتوب. والارتجال الفن قائم بذاته مش من مكان. صحيح. نحن هلأ نزلنا على الشارع وشفنا الناس بعدهم بيتذكروا في ريال كريم وتفاجأنا الكل بعده بيعشق في ريال كريم. خلينا نشوف الناس شو قالوا عن في ريال كريم ونروح بأغنية برات البيت عم اللي عنده. فريال كريم بتذكر من ايام الحلوه تبعت التلفزيون على ايام ما كانت الدنيا هيك وكان هالممثلين كلياتهم البسيطين بس البريئين والحلوين. كان الموضوع كتير حلو بس بسيط وكانت اتليست تضحكنا من قلبنا
بدون كلام بذيء ولا كلام ما له طعمه. فكانت حواراتهم كثير حلوه، حتى ابو ملحم وام ملحم كلياتهم كانوا من هالحوارات اللطيفه خفيفه بس اتليست لها طعمه. فريال كريم كانت احلى ورده، بتجنن، مهضومه، يعني شو بدها كل الصفات الحلوه بقلبها. ممثله فنانه محترمه. هي ممثله قديره ورفع لها القبعه. كانت برامجها كثير حلوه وتسلي وكلنا يعني بنحترمها وبنحبها. كانت مسليه لجميع البيوت، خاصه برنامج الدنيا هيك مع عزيز السلامنكي الله يرحمه كمان. يعني هدول النجوم راحوا ما بقى يرجعوا مثلهم. هي فكاهيه ومرحه وقريبه من العالم وعندها جمهور كثير بتصور غير انا انه بحبها. ممثله كثير قديره الله يرحمها، انه عاشت فتره طويله، كانت يعني عن جد تشيل الهم عن قلبنا. من اهم المونولوجيست اللي موجود في العالم العربي، وهي موجوده كانت كثير يعني كثير شاطره بشغلها ودمها خفيف وكل العالم العربي بيعرفها. فريال كريم هي من اعتقل مسلات بلبنان، مدرسه بالتلفزيون وبالاخص تلفزيون لبنان. كانت كتير مهضومه وكان كنا نستنى البرنامج الدنيا هيك ننطره مناطره بس تكون هي مش موجوده بالحلقه نلاقيها الحلقه انه ما كتير حلوه، لانه هي كانت اساس التمثيليه الدنيا هيك. فريال كريم بعد ما راحت ما اجى فنانه مثلها بالفكاهه، وكان دمها خفيف ومحبوب وكتير صادقة بتمثيلها مع نفسها. عطت بجدارة بقوة وكانت مثال للفنانين. الله يرحم فريال كريم، كانت أيام جميلة. برات البيت عامل لي عم عالبيت بيقلني جسمي مكسر. برات البيت عامل لي عنتر وبيتمشى وبيتغندر، وعشي كل ما بيجي عالبيت بيقول لي دخلك بيقول لي دخلك وبيقول لي دخلك جسمي مكسر. شكرا. نشوف هوات وبتعرف يعني طالع لأول مرة بيبقى مخجول كتير الهوي يعني، وعلى الهوى ما هيك نحن هلا مثلا مثل هلا. بقى غنى لفهد بلين لرشب حدك الموتور، طبعا هيدا الموتور. راح نشوف كيف غنى، ممكن كله هلا مفاجأة بالنسبة لأستاذ رفيق. شكرا لإلك وللزملاء كلهم.
أنا عخيرة الله أنا لا رشا بحدك يا شو بدي سير رش بالطيارة غي وشوف الضيعة من البنور شاور لك يا البنية شاور لك يا البنية طيروا علي وعلي فوق فوق هبوبك يا هربي شوفي لا طيروا علي وعلي فوق فوق هبوبك يا هربي لخي شو صار انت باعتبارك هون مستلم كل شيء شو استاذ هون اليوم واشوف حميد يغنوا وضحى تسرح بالغنمة خلاص عرفته ولا يا ظالمني الليالي الحلوة لا هو مطرب بتاع كله يعرف كيف يعني غنكش قال معرفوش ما شفتوش ولا عاشرتوش ولا كلمتوش ولا وشوشتوش بعدك مكرم حنوش تاكل فتوش حنتوش منتوش لابس طربوش وأحمر منقوش معك عشقروش شو كنا عم نغني نحنا؟ الموتور لا رشا بحدك يا وشوف الضيعة من البنور شاور لك يا لبني شاور لك يا لبني شكرا أبو سليم نحن كتير مبسوطين فيك وهذا المكان مكانك حبيب وأنت قلبي أنت انطلقت من هون إيه؟ بس أنا حابب أسألك أنه في ريال كريم وراء الكواليس كيف كانت؟ أبداً كأي عضو من أعضاء الفرقة بتقعد تحكي بتراجع إذا عنده دار مع شخص معين بترجع بتعمل بروفاتي وياه لأنه ممكن ترتجل ما يتفاجأ ما يعمل ما يقل كانت يا أخي بالوقت نفسه مخرجة ومؤلفة وكاتبة ومطربة ومغنية شغلة مثلنا هيك بتشتغل كل شيء الغنى والفن والتمثيل كله كانت متطلبة يعني كانت متطلبة تقول لك زد لي دوري نقص لي دوري عم بحكي متطلبة بالدور مش بالمصاري ما عندها أبدا ولا مرة يعني اعترضت على شيء ولا مرة لأنه أنا أستاذ ما بفوت بمشاكل الناس لأنه وقت اللي جينا على هالتلفزيون كان الأمن العام بالرابع ونحن بالثالث بجيب النص أنا يلاقوا كلمة ولك شوف كيف ولك يا فهمان ولك يا فريال ولك يا ست فريال يبعت ورانا الأمن العام شوف إذا بتعيدوا لولك بوقف البرنامج هذه كفرية يا لطيف هي ولك بتقول على الهواء هلا شو منقول اسمع اسمع مرة عم قل له لفهمان العمى والله ما بتنحمي يا حبيبي يا حبيبي كان حيوقف البرنامج كيف بتقول العمى العمى هلا أنا قلت العمى هلا ولي شو عم بسمع شو عم أقول ما قلنا قلب يعني كنا نخاف نحكي كلمة برا الطريق ما في هلا من عندي شيء آلاف الحلقات في حلقة فيها كلمة برا الطريق أبدا أستاذ أبو سليم في ريال كريم بتعتقد أنت عطيتها ما ينسجم مع موهبتها أيوة يعني كتبت بما يليق فيها أو كنت بعد فيك تعطيها أكثر شوف أنا أعطيها هي تعطيني لك يا خي شغلة هالمخلوقة ما فيك تحكي مرة بدي روح أنا وياه على المطعم
وأنا قال عازمة بسيارة الجمعية، فت على المطعم طلبنا أكل وكذا وإلى آخره، وجينا قداد دفع 35 ليرة. مديت إيدي على جيبي أنا ما لقيت معي غير ليرة. 10 ليرات. عيطت له للجرسون قلت له خيي علاش إذا أعطيناك العشرة هلا وبعدين الباقي هي حست؟ قالت لي قال لي ما أبدا بدها ما بتظهر من هون، وين بدي روح عازم ست وبدلة بعد ما شي؟ قالت لي أنا بدي فوت خسل إيدي. قلت لها أمي راحت دفعت له للزلمة، هي دفعت الحساب وأجت. إجا الزلمة قلنا له هلا ما إلى حل، فهمته إنه متكي. قال لي لا معلش الساعة اللي بدك بتجي وكذا. طلعت فيها لقيتها عم تطبق شنطتها، عرفت انه فهمت على السريع انها دفع. كانت يا اخي كان عندها عنفوان يا استاذ صالح، كان تملك، كان عندها عنفوان رهيب. استاذ وسام، يعني انت كجيل شاب والمستقبل لكم، كيف منكرم هالرموز اللي مثل فريال كريم من خلالكم؟ يعني هذا غير تكريم الدولة هلا بنيجي عليه مع الدكتور فاروق. شوف ضروري نرجع نتذكرهم، يعني ننقل هلا انا جيلي بعرفهم، بعرف ست فريال، بس الجيل اللي بعدي ما بيعرف اكيد. فانا بعلم بجامعات، بعلم، بعمل دورات تمثيليه، فعلى طول بنمرق بذكرهم عقد ما بنقدر لنخلي ذكراهم موجوده. بس ضروري كمان الارشيف المهم اللي عندكم اياه بالتقال بالتلفزيون الوطني اللي بنحبه كلنا، انه نضل يذكرونا فيهم، لان الصوره تحكي اكثر غير ما تكون انت عم تخبر عن الشخص. يعني احنا من فتره عرضنا سياره الجمعيه وال ضروري المليونير المزيف كلهم عم نعرضهم، يعني موجودين ضروري. هيدا المصدر الوحيد اللي ضلوا هن عايشين من خلال هيك تواصلهم مع الناس، بس تشوف صوره عم تحكي، عم فيلم، فيديو، مسلسل، بيأثر فيك اكثر. طيب لطلابك شو بتقول لهم عن فريال كريم؟ وهل بيتشوقوا ليتعرفوا عليها؟ بتحسن عندهم تطفل ليعرفوا من هي فريال كريم؟ انا على طول بقول لهم انه المواهب على صعيد النساء بالكوميديا اصلا نادره، قليله، كثير قليله، فهي من يعني على راس القائمه. بقول لهم اجى على لبنان ست اسمها فريال كريم، كانت على راس القائمه، اللي هي قدرت تفوت على قلوب كل الناس، تفرحها بظل الحرب والوجع اللي كان اللبنانيين عم يعيشوه. تطلب منهم يعملوا بحث عنها؟ ايه اكيد اكيد على طول. كيف بتكون ردة الفعل بعد ما يتعرفوا عليها؟ يعني معظمهم بكون متفاجئ انه انبسطنا اكتشفنا هيك موهبه هالقد كبيره. لان بتعرف لما تكتشف انت قيمه هالقد بتحس خلص انطبعت عندك، صار بوجدانك موجوده. لك يعني بصراحه انا وبالارشيف، يعني رغم انه وعينا منيح للسيده فريال كل الفرح، صرت اضحك. يعني في يعني ضحكنا وانبسطنا اكثر ما اشتغلنا، يعني صرنا نتابع. فهالجيل الجديد بعده يعني بيقولوا لك طلابك انه بنحبها، ضحكتنا. هلا قد ما بيقدروا يلاقوا اشياء اكيد، بس هو هلا حضرتك موجود هون قادر توصل للارشيف، بس هي الاشياء منا يعني ما كثير تأرشفت على السوشيال ميديا. في كثير يعني في رغم انه مشوه، بس في دكتور فاروق، برأيك فريال كريم عرفنا نكرمها؟ وهل الدولة مقصرة بحق فريال كريم؟ سؤال كتير كتير مهم، وبس بحب أقول من أقوال الشاعر أو أحد الشعراء: من لا يكرم نفسه لا يكرم. فريال كريم لم تكرم حتى الآن بحضورها وغروب شمس، لأن هي كانت شمس مليئة بالدفء والإبداع. لم تكرم حتى الآن. العملية مش تكريم بالكتابات أو بالحوارات، يجب أن يخصص لها أو تخصص لها وزارة الثقافة جائزة سنوية، لأنه زرعت الفرح والأمل والرجاء في قلوب الضعفاء والمستضعفين، وجمعت بين صالون نوفوريش اللي حاربهم عمر الزني، اي مزبوط، وجمعت بين نبض الشارع وحركة الشارع. مثل ما يعني هذه الظاهرة لا يمكن أن تتكرر.
إذا باختصار وزارة الثقافة، أنا مرة سامحني هيك لا تفضل، نحن حكون شوي هيك، نحن يعني بحضورك لا بنكتب ولا يعني بنحكي. بقول شغلة مرة كتبتها، وزارة الثقافة والتعتيم العالي بتعتم على المبدعين، وهذه يومتها عاتبني فيها الوزير السابق فوزي حبيش، قلت له بدك ترضيني بروح أنا وياك عند الأستاذ محمد شامل، كان مريض عامل عملية الله يرحمه، الله يرحمه، وفعلا لبى طلبي ورحت أنا وياه وعمل واجباته المادية والمعنوية كصحافي. قم بدوري في طيب هلا قوم بدورك وطالب بتكريم السيدة فريال، ما ممكن، أو ينعمل جائزة لكوميديان لكل باسم مبدع فريال كريم. دكتور جر، لكل مبدع لبناني من أي الطيف من هذه الأطياف الكريمة في لبنان، كل مبدع له بصمة في جبين المواطن والوطن يجب أن يكرم. ليه ما بتطالب بجائزة الإبداع اللبناني؟ نعم. تكون لفنان مبدع كوميدي بيشتغل بالدراما. يا سيدي لما بيجي واحد وزير عم بنكلفك إلك. أنا عال لا إيد وحدي ما بتضعف. نحن معك بس أنت بلش. صحافي معك شوي وقح المرة. معروف إنه أسلوبي صليط. الوزارة الثقافة مؤتمنة من رأس الهرم للمدير صديقنا الجديد الأخ الدكتور معالي الصمد، تحية له، مؤتمن على هذه هؤلاء المبدعين. دقيقة دكتور فاروق، واقع الفنان مؤلم، واقع مرير. شغلي قبل ما نخلص عم نحكي ايه؟ هيدي بخلقتي شو فيها هلا؟ نحن بس تخلص الهادي جابها المخرج كرمالك. شو هي؟ جاب لك هدية فواكه، بس نخلص ان شاء الله بنفتحها وبنضيفكم اياها. يعني بس اسمح لي هلا، بس بدي اسمح فيها شيء للاكل. ايه اكيد، بس اسمح لي هلا بما انه عم نحكي عن النقابات وعن الفنانين، اسمح لي ناخذ شهادة وتحية من النقيب نعمت بدوي وبنضيفك من ابو سلمى. انا كنت عم صور لما قالوا انه فريال كريم ماتت، ما قدرت كمل، كنت عم صور. مع سمير الغسيني الله يرحمه وكريم أبو شقرة الله يرحمه، ما قدرت كمل لأنه كنت أعتبر حالي واحد من الحيلة، كنت أمنيتها وأمنيتي أنه نمثل مع بعض، بس للأسف ما قدرت تحقق أمنيتي أنا، يعني ما قدرت تحقق. فريال كريم بسمة لبنان كانت، فريال كريم كان بتشع الفرح والحبور بكل بيت بلبنان وبكل الأعمار. فريال كريم كانت فنانة وإنسانة خارقة لكل الطوائف، خارقة لكل المناطق، خارقة القلوب وساكنة فيها. لما ماتت فريال كريم حزن الوطن، دمعة الوطن نزلت. فريال كريم كانت البسمة بزمن كانت انفقدت البسمة. فريال كريم ما كان عنده حدود بالوطن، رغم انه كان مشرزم شرقا وغربا، فريال كريم كان جامع الوطن وخارقة وعابرة كل الحدود والحواجز. فريال كريم بالنسبة لإلي يعني ب 1973 تعرفت عليها بمسرحية حلو كتير، كنت أنا مع الفنانة الراحلة شحرورة صباح، تعرفت عليها وتعرفت على زوجها، صار في صداقة على مستوى الشخصي والفني. دايما دايما فريال كريم وين ما بتقعد بتشع ضوء، بتشع فرح. ومثل ما كل فنان دايما دايما بتسأل فنان انت شو امنيتك بالحياه، بقول لهم وخاصه الفنان المسرحي بقول لك اني انا بدي موت على المسرح، امنيتي اني موت على المسرح. وتحققت امنيه فريال كريم، رغم انه كان ممكن جدا ان لو فكرت بنفسها شوي كان ممكن بعدها بيناتنا. هلا فريال كريم خساره كبيره، اعمالها إن كان بالمونولوج أو بالحضور أو بالارتجال
يعني بالمسرح كانت كتير ترتجل شغلات لنهدي نحن من الضحك، ولا صباح الله يرحمها تهدي من الضحك، يطلع معها بتقول ودايما دايما عفوية تلقائية سريعة البديهة. فريال كريم لما توفت كان ماشيين فيه بجنازتها كل زملاء الفنانين، وكان الصليب وقراءة القرآن نفس بنفس المستوى ماشيين معها لوصلت على المدافن. فريال كريم اندفنت بمدافن الأرثوذكس بمارلياس، بس كانت سيارة الإسعاف عم تتلي قراءة القرآن كان ببيتها أو هي، لذلك كانت هي رمز لكل الوطنيين ورمز للناس والجماعة اللا طائفيين. فريال كريم صعب إنها تتعوض، واللي بروح صعب يجي حدا بديله. سيدي سلوى مش هيك؟ نعم. بعرفك بحالي أنا معجب، معجب كتير بفنك بصوتك بأخلاقك. شكرا شكرا كلك سوا. أنا على طول متابعة أخبارك ونشاطك الفني بالتلفزيون بالراديو بالبراد بالغسالة يقطعني إن شاء الله ما توخزيني دخيلي. تسلم هيئتك مهضومة يا مدام كتير. أنا على كل حال بشكرك كتير على عطفتك النبيلة. على كل حال العفو، هذا الشيء اللي قلت لك إياه صادر من صميم القلب. كيف هالجملة من صميم القلب؟ حلوة، ما تقولي لي لا. كلك ذوق، بشو بقدر بخدمك؟ أنا سيدي سلوى حابة أشترك معك بالبرنامج. أهلا وسهلا فيك يا مدام، بس للأسف تأخرتي، عدد المشتركين اكتمل والبرنامج رح يبتدي. لا تقولي يا دخيلك، معلش كيف ما كان. ما تأسفي، هيدا شي صعب. سيدي سلوى لا تكسفيني، أنا بنت حساسة وأوين ببكي. طول بالك، ما بدك هالقد. بحياتك، بحياة البابا والماما، لقيلي أي دور، أي دور مش مهم، أنا متواضعة. طلبك هيدا بده تحضير، بده درس، بده تمرين، ما فينا كيف ما كان نشتغل. أنا بنت موهوبة، أنا كتلة مواهب، أنا يعني شو بدي أقول لك، عيب واحد يشكر بحاله، بس لن تنجب الأمهات. أستاذ أبو سليم، بدك تسمح لي ضيفك، هيدي هدية المخرج لأنك أنت جيت لعنا على استوديو. يا حبيبي والله عم بمزح أنا. اتفضل نقي. شو بدي شو هدية؟ شو مثل ما بدك، في بلاه. أيوة. يلا خلاص. وللفرقة كمان. ما بدك للفرقة؟ تفضل أبو سليم. حبيبي شكرا. أهلا بالشيخ الفنانين. تفضل دكتور. الله يخليك، شكرا. هادي منشكر المخرج بنجاحك الدايم. تسلم. وتحية الى المخرج. نحن تلاميذك. المخرج نحن تلاميذك المثالي. بتحب التني ابو سليم؟ والله هادي على شرفك. ابو سليم ضد التجديد. لا ابو سليم هو مع التمديد فنه يعني. يا حبيبات قلبي صحتين ابو سليم، تستاهل، تعبناك. انا ما بسكون بهالاستوديو هذا سنين. عشرات السنين ملاقى الحجار والتلفزيون، بس وصل على التلفزيون ملاقى الحجار والقضية عم يقولوا لي يا أهلا يا أهلا، لأنه نحن ما عشنا معقول يعني. سنة واثنين وثلاثة، 30 سنة صحبة واحدة، بعدين رحنا وقت اللي وقف. طيب احكي لي شي ذكريات مع فريال كريم. ست فريال، يا الله يا الله على الإنسانة، شو بدك تحكي لتحكي، شو بدك تذكر لتتذكر من هالإنسانة اللي بكل ثانية انت وقاعد معها بتطلع شغلة، بتضحك، بتبقى مبسوط، بتحكي، اذا انت قاعد هيك تخترع لك شغلة، لك اخي منين جابتها هيدي كذا، شو مثلا فهمان وهي يعملوا هيك شوية اوقات مقالب كذا، يجي اللي فهمان اللي قال فريال زعليني دارة صغير ما بدها تروح، قلت له دار من اول الروايه لاخره، من اول النص لاخره، شو ما اللي ما بعرف اطلع لك شو عم يقول، فما تعمل لي هيك انه مثل ما عم يحكي مضبوط، ايش الا مضبوط مثل ما عم يقول انه انت دار صغير ما عاجبك، قلت لي لا انا ما قلت له، بس انا كذا يا ست فريال وقعدت ترجع فيا وكذا، وبكون فيلم عاملين يعني بعد ما بدنا نطلع على الهواء، لك خي ما مش عم تصور، ما نحن عدنا من الستين لتسعة وستين على الهواء نعمل برنامج على الهواء، ما حدا بيصدق. مرة كان اجا هذا عماد حمدي فات، قال دول بيشتغلوا ساعة، نحن الساعة دي بدنا فيها عشر ايام، نزلت على الهواء. ما شاء الله عليك. شغلة كانوا المهم كانت عاملة فيك فيلم هي وفهمان، كانت عاملة فيك فيلم هي وفهمان، يعني انه بدها تصور يعملوا افلام علي هو وياه.
كل مره يعملوا لي مشكله. عم بتحن لهذيك الايام استاذ ابو سليم؟ اي والله حلو يا اخي، كان كل شيء كل شيء هيك حلو 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 حلو. تشتغل شوف كل شيء جديد له لذه مثل ما بيقولوا. المصورين عم يشتغلوا من قلبهم شغله، المخرجين هذا بتلاقيهم واقفين مثل شو اسمه، شو بدك، شو طالب، شو هلا يا اخي بتروح حتى عم تمثل البرامج اللي برا بتلاقي المصور قاعد عامل هيك قوم يلا. لا الحمد لله المصورين عندنا نشيطين. التلفزيون غير، هول بيشتغلوا برا عمال بيملوا بيملوا. يعني الحياة اختلفت صارت صعبة. دكتور فاروق الزمان تغير. انت الان عندك ذات النفس اللي كنت تكتب فيه بحيوية عن ذاك الزمان الجميل، عن فريال الكريم، والله ما عم بتلاقي، ما عاد إلك. هلا من باب الوفاء وضميري المهني يقتضي علي انه دائما سلط الضوء عليها، لانه اعطت الكثير الكثير من اجل وطنها الام والشارع العربي. مثل ما قلنا انه المولولوج اجا صحيح. وفي شغله بدي اقولها بين هلالين، انه لما كانت بمسرح التحرير كان معها، او مش قصه تعرفت على رفيق الدرب او رفيق العمر، كان معها شقيقه اسمها لمعان، كانت تشتغل بالاذاعه اللبنانيه. اي بالكورس سمعان، اسم الله عز وجل سمعان. اي بالكورس. لا معلومات. واشهر غني للمعان يا عربش يخفف سيرك من الحان سامي صيداوي الله يرحمه. الله يرحمه، الله يرحمه كلهم بامرك. فاذا تكريم الفنان، نعود الى العمود الفقري لهاللقاء، عمليه ما هيني ابدا، مطلوب من وزاره الثقافه والاجنحه اللي فيها، ما بدي اخرج عن المألوف لانه بؤمن بالرقاب الذاتيه الصحفيه، ما حلو نخدش المستمع بمعلومه هو بغنى عنها، لانه بكفي الله يحمي وطننا الام لبنان من كل المصائب. المفروض على وزاره الثقافه راس الهرم الثقافي تعيد النظر ويكون عندها ملفات لكل المبدعين يلي إلهم بصمة في جبين هذا الوطن الجريح، تكريم قبل الرحيل وبعد الرحيل حتى من أهل الفقيد. طب حضرتك عم تكتب يعني كتب عن الفنانين الكبار، طب بعد ما كتبت عن فريال كريم؟ لا مقالات كتبت. لا لا ما مقالات، ما عملت كتاب. هلا يعني هذا نبلش فيك، عم بتقول أنا انت كرمتهم بكتبك، طيب هلا عم تطلب هوليك يكرموا، انت ليه ما كرمتها؟ يشرفني انا ارخ مسيره فريال كريم، هذا شرف لي بالنسبه لي من سجن مع نفسي. أرخ. الله يعطيك العمر وتكتب عن الكل استاذ وسام. وعدك كمان حامل كتاب عنك. تسلم الله خليك استاذ وسام. يعني نحن بنكرم الفنان برايك بس بكتاب، والله كمان لازم يكون للدوله جهود خاصه مختلفه؟ والله ضروري يكون في جهود خاصه مختلفه. مثل كيف؟ حتى على الصعيد المادي التكريم هو تكريم في يكون اوكي المعنوي جيد بيريح النفسيه، بس كمان بنعرف لما المشكله لما كبارنا هيك يصيروا بعمر معين بيوقف مدخولهم ببلشوا فرصهم تقل، بينما برا بنلاقي البطولات بيضل يلعب بطولات لاخر حياتهم. في ريال كريم كانت متفرده بالمونولوج والتمثيل والكوميدي يعني، وهي كانت ترفض الأعمال الحزينة. إلى الآن ما حدا ظهر يعني بيمشي على خطاها. لا عندنا فنانات الكوميديا قليل بلبنان. هيدي إلها علاقة بالموهبة، اللي هو جواب ما فيني جاوبك عليه، لأن هي موهبة، هي بتيجي مزروعة بإنسان وبتتفجر وبتطلع بأسمى يعني طريقة. أو إنه يا أخي عم تيجي الموهبة بس ما بتكون شاملة يعني. وللأسف إنه الكوميديان بيحصروه حتى. كيف يعني؟ يعني خلص بيحصروه بمجال الكوميدي، إنه خلص بس العاب بهالمطرح، ما يمكن هو ذاته يكون عنده موهبة تراجيدية بتفوق بعد الكوميديا، يعني على طول الكوميديان بينظلم بحياته. بس هلا الممثل الكوميدي ما بيقدر يلون يعني. بيقدر يلون يعني، بس شفنا فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي كيف لون وابدعوا يعني. بس ما هو المنتج والمخرج
هي والكتابة، انه يامنوا بانه هيدا الانسان قادر يعطي اكثر من انه هو بس بيضحك. وفي ناس للاسف بيعتبروا انه اللي بيضحكهم هو انسان يعني بسيط او شيء سطحي اللي بيعطيه، ما بيعرفوا قد ايه هو من جوا مليان، وبكون حزنان وعم بيعطي فرح للناس. فعلا فعلا. نحن صرنا بنهايه اللقاء ابو سليم، كيف يعني بتنهي لنا هاللقاء وشو بتقول لفريال الكريم؟ بدي اقول انا بشكر تلفزيون لبنان على هاللفته الكريمه لفنانه عظيمه عم تعمل لها هيك شو اسمه ذكرى، وهذا شيء بيرفع الراس. يعني انا معتبر هالتكريم هذا اللي عم ينعمل اليوم ولو كان مقابله، هذا لكل فنان بلبنان انه ما انتسى، بعده في مين يسال عنه وبعده في مين يقدره ويكرمه. وجودك معنا وبحياتنا ابو سليم هو تكريم لنا، وبينسينا شوي من هموم من الاوجاع هذا البلد وهذا الوطن. دكتور فاروق، يعني ما بعرف شو بدي لك، انا بخجل قدامك، انت بتعرف محبتي لك. شو بتقول لفريال الكريم؟ انا بختصر بقول فريال الكريم شمس لن تغيب. احسنت. فريال الكريم شمس لن تغيب، فنان لن يغيب. استاذ وسام بشكر حضورك، وانت كان عندك تصوير قطعته وجيد، ولانك صادق. شو بتقلها لفريال الكريم؟ بدي قلها تدعي لنا. عم نحاول نحن نكمل هالمسيرة اللي هي الكوميديا، لأن يعني معظم شغلي أحيانا بيكون بالكوميديا. بنحاول نكمل مسيرة نظيفة، ويا ريت جمعنا الزمن فيها، لأن قد ما نسمع عنها غير ما نكون عم نواكبها وعم نعيشها. صحيح. أصيل وسام، تحية من شريك فنها وبلش معها الفنان المميز يوسف فخري مع أغنية مطار أورلي. هلأ شوفي يا ست زمغط، باردون يعني انترنون، كان جوزك ولا جوز المامي مثل جوز كراكوز وعواز، لا بهشو ولا بنشو، تصغوا فيهم الصوت بيغتعشوا بكشو، لا شو بوكوا دخلك عاملين لهم حساب. شوفي يا طنط زمغط، روحي اعملي يلي ببالك وغني موالك. يلا يسلمني كوكو لما بكرمك كوكو وبيفهم الأصول. لا شك انه فريال كريم مبدعة، ومن تاريخها ما عاد إجا حدا بهذا المستوى أو سد هذا الفراغ، كما أنه اللي راحوا كمان غيرها كلهم تركوا بصمات ما عم يجي مثلهم. واللي بحز بالنفس أنه الذين رحلوا كلهم رحلوا مكسورين الخاطر، مكتئبين، بائسين. فريال كريم كانت إنسانة موهوبة، ما إلها علاقة لا مدرسة ولا درست بكونسرفاتوار ولنا متعلمة، الله وهبها موهبة مميزة إلهية، تركت بصمة اليوم ما حدا لحد هلأ لا هي ولا كتار من غيرها. هايدي مميزاتها. إذا بتقلي شو أبرز شيء، بساطتها، طيبتها، بتحسها طيبة. كان يعمل محمد شامل برامج صار يظهرها شوي شوي، لمس فيها الإنسانة انطلاقة وبلوغ ونبوغ، صار يقوي لها الأدوار. كانت تزيد كلمات، بس كلمات عفوية وحلوة منا نافرة، وكانت تجي مرتبة. ودائما كان زوجها محمد كريم هو يسندها ويسندها. بالوقت كانت البلد مشتعلة، كانت تشتغل بسوريا، تلقي مونولوجات في مقاهي وكذا، تستفيد عندها مسؤولية كبيرة، تيجي على وجه الضوء من سوريا حتى نعمل الدنيا هيك. كنا نعمل الدنيا هيك أحيانا بالجمعة حلقتين. تيجي وهي عندها مشكلة، عندها صمام قلب، أكثر من صمام يعني من وقت ما كانت صغيرة. كنا عم نعمل الدنيا هيك وجاي هي، وأثناء ما عم بتمثل تلاشت، جابوا الكرسي هذا النقال أخذوها كم في مستشفى هناك بالحازمية، وإجت فيما بعد تتكمل. بعمري ما شفتها إلا الضحكة على شفافها بالوقت اللي كان قلبها ما بعرف شو، ما بيعرف القلوب إلا رب القلوب.
Quel est ton nom? Friel. Qu'est-ce que tu fais? Je chante. T'as des beaux yeux, Friel. Sans blague. Mais je t'assure. Merci. Mais je t'en prie, il n'y a pas de quoi. وهي تعرفنا بمطار أورلي قرب صوبي وصار يضحكلي وقلبي مستحلي بعده مستحلي يروح رحلي عمطار أورلي Et dis-moi, tu aimes la sauce blanche, hein? Oh non, j'aime le chorba b'adas, masamir rikab. Et la pizza, c'est pas bon? هي البيتزا يعني بون بس لحمة بعجين سي اوسي بون يمكن أول مرة بحياتي بلتقى بإنسان مشهور وبذاكرتي منا موجودة الصورة بس بذاكرة أهلي موجودة كان عمري 4 سنين ونص فريال كريم بتأدي حفلة بضيعتي اسمك فرمطة بتطلع على المسرح وبتقلي ولدتي من ساعة اللي بتوصل فريال كريم على المسرح أنا واقفة على المسرح عم برقص فريال كريم عم بتغني ويحاولوا نزلوني مستحيل بعمر 4 سنين ونص هيدا براءة الطفولة انت بتحب شخص ما بتعرف قيمته الفنية ما بتعرف قيمته الانسانية بس ببراءتك انت حبيته هلقد كانت فريال كريم قريبة من القلب مشان هيك بلشت علاقتي باللاوعي معه لكن مع الوعي صارت العلاقة مختلفة الدنيا هيك بذاكرة جيلنا عمل تلفزيوني رائع واكثر من رائع هو الكوميديا النظيفة اللي بتحمل رسائل بدون ما توجع والرسائل بدون ما توجع بتحمل عبر عادة زمرد مفروض تكون إنسانة شريرة والناس تكرهها لكن بأداء فريال كريم الممثلة والفنانة والإنسانة حولت زمرد إلى حالة شخصية كاملة الحيوية كاملة الهضامة ما فيك تحضر وشخصيات كل الدنيا هيك ما كان فيك تحضر الدنيا هيك إذا في شخصية مش موجودة جيل فريال كريم وجيل هيدا الفن كان جيل بده يعطي الفن بده يعطي من ذاته بده يوصل فكرة إجا جيل التاني اللي وراهن صار عنده هاجس فني بس الشهرة أهم والجيل اللي عم نعيشه هلأ نحنا جيل الأصعب هو بده مال وشهرة والفن على الهامش فريال كريم بقول ظلمتها الحياة ظلمها الإعلام وظلمتها فينا نقول اللعبة اللعبة الفنية لأنه كان عندها طاقة غريبة ومبارحة أصريت فوت على اليوتيوب وشوف أشياء لفريال كريم حتى الأشياء اللي بعرفها أكتر بكتير من الموجودة على اليوتيوب مشان هيك مفروض يكون في أصدقاء لفريال كريم اليوم نرجع نحيي تراث فريال كريم الفني والإنساني وبدي أقول كونه قلت الفرح كله فريال كريم بقول فعلا هي الفرح لأنه قدي قلدت ناس ولا مرة زعل حدا منها لأنه كانت تقلد بمحبة وكانت قصدة توصل الفرح للناس مش قصدة تهين حدا أو تقلل من قيمة حدا نحن منكبر أنه عشنا جيل فريال كريم ونعطين الزمن رجعنا شي فريال كريم أستاذ أنا بجيت كل الأدوار بضحك وبكي كوميدي تدرام تراجيدي فودفيل نط على الحبل جيدو نطارين كاراتيه يا ستي يا ستي أنت شفتي رواية روميو وجولييت روميو ايوه انت الماضي شفناها ايه مظبوط ايه شبهن الجمال عظيم ايوه
تصوري انه روميو واقف تحت شباكك وعم بيناجيكي. مزبوط. شو ممكن تقولي له؟ روميو واقف وين؟ تحت شباكك وانت فوق. حلو. وعم بيناجيني. شو ممكن تقولي له؟ شو بدي اقول له؟ وردة دخيلي، خايف يزعل مني روميو. طيب عفوا استاذ، بدي موسيقى ترافقني. بدي اعيش بالدور، بدي اعيش انا كمان يا جماعه، بدي اعيش. هلا مريه بلا موسيقى. مره مقطوعه انا. علوش. لحظه، ممكن ترافقني هيك بس على خفيف؟ انا ما عم مثل بونانزا، عم مثل روميو ناطرني تحت الشباك. انسلق بدل الزلمه. موسيقى عاطفيه حزينه. روميو، روميو يا ابن السديبة، أخبرني يا حبيبي، ليش أمك هالمصيبة؟ حامل السلم بالعرض ودار بإجرة بالأرض، وحالف إنك ما تجوزني هيك. آه من أمك وأبوك وعمك اللي فرقونا عن بعض وما خلوك تكون بهلة. منك لله يا روميو، منك لله يا روميو. روميو، روميو، بكفي ولا بعد؟ وبعدنا عم نحكي عن كل الفرح عن فريال كريم، ومين أهم وأكثر اقتراباً من فريال كريم إنه تكون بنتها تحكي عنها. فنانة مثقفة محبة طيبة، بتنسى كتير بس ما بتنسى اللي بتحبون. الفنانة القديرة منى كريم، أهلا وسهلا فيكي، نورت. تسلم. تسلم لي هالابتسامة، ذكرتيني بأمك دغري. خجلتني عن جد. ومين ما بيقدر يحكي عن فريال كريم اللي اشتغل معه بالدنيا هيك وبكثير من الأعمال؟ مخرج له بصمات بتلفزيون لبنان، وله بصمات بالدراما اللبنانية، وله بصمات بالمنوعات اللبنانية. أنا شخصياً بحبه كثير، أستاذ ميلاد الهاشم، أهلا وسهلا فيك. مرتي، أهلا وسهلا فيك. وأنا بشكرك لأنك قبلت تطلع معنا، لأنه أنت ما بتطلع أبداً. أنا ما بطلع بس فريال كثير عزيزة. وأنت عزيز عقلوبنا بصراحة. تسلم. يعني تسلم، الله يخليك. ونورت تلفزيون تسلم. لبنان. تسلم. ست منى، يعني السؤال التقليدي، شو بتقولي لفريال كريم بذاكرتك؟ بدي أقول لها أنه سبحان الله، أنه الفنان فعلاً الحقيقي واللي بيعطي من قلبه، ومثل ما قلتوا كنت عم بتسمع عليكم، عن جد حديث كتير حلو وأثرني كتير، أنه الموهبة القوية فعلاً أنه بتضلها عايشة والناس بتضل تتذكرها، وحتى الأجيال الجديدة عم إذا شافت مثلاً الأشياء القديمة بتحس أنه في عندها شيء مميز. فبنبسط كتير أنه الماما بحسها موجودة على طول بيناتنا. أكيد هي بين الكل، لأنه تركت مساحة كتير كبيرة، وفريال كريم وجودها كان ضروري بهديك الفترة لأنه كان في حرب، أدخلت البسمة، ونحن هلأ مصايب عنا محتاجين لبسمة فريال كريم، وبس منضيفي كانت. بس أنت ما هلأ هون عم تضحكي، بس بالدراما ما بتضحكي على طول تراجيديا، يعني مش ماخدي من أمك الكوميديا. أنا أخذت من أمي، بس أخذت الموهبة، أخذت الموهبة وبحب يعني مثل كوميك، بس مع الأسف مثل ما قال وسام إنه عنا المخرجين، يعني سوري بالإذن منك، إنه بس يفوت واحد بمجال معين بحطوه بهالمجال، مثلا إذا فات من أول ما بلش بالكوميك بدهم يعطوه على طول الأشياء الكوميك، وإذا فات تراجيك تراجيك، أنا فت بتراجيك خلاص صارت بصمة. أستاذ ميلاد، ده أول ما اتصلت فيك قلت لي أنا ما بطلع بس فريال كريم بدي أطلع أحكي. طبيعي. ليش بعدها بذاكرتك هالقد في مساحة من المحبة لفريال كريم؟ لأن شخص يختلف عن كل اللي عرفتون. فريال كريم الإنسانة بتحكي عنها ساعات وما بتوفيها حقها. أنا تعرفت عليها بالصدفة، يعني ثاقبت النهار كان عم يعمل البرنامج ألبير كيلو، وكان بده ينبس ليلتها، يعني كنا نصور أحيان بالنهار للحلقة تطلع بالليل. بقى بيجيني على 10:30 بيقول لي ميلاد بعتوا وراي من مجلس الإدارة وضروري كفي هالحلقة، ما في غيرك يكفيها. قلت له على رأسي كفيها. هيك صارت معرفتي، إذا بدك معرفة شخصية، بفريال كريم بوقتها. ومن الأول لفتتني حاملة كانت فرد، هيك شكل فرد. قلت لها شو هيدا؟ قالت لي
في محل بدها تركع حدا، ما بتذكر اذا الياس رزق الله يرحمه او حدا، بس هذه بالدنيا هيك. انا اشتغلت معه بالدنيا هيك كمان، الدنيا هيك 24 هيك. حلقه صورت انا 26 26 شفت في حلقتين هرب بقى فاتت وفاجأتني كمان بالشغل، يعني سحبت الفرد وحطته براس الياس، تركع الياس هيك خيفين شوي لقطته كذا شتو، فأنا ضحك كلنا بطبيعة الحال الفرد شوكولا يعني تعرفت عليها من البداية إذا بدك ويسد ذمود يعني فهمت مع مين عم بتعاطى وكسرت كل الحدود. ايه بطبيعة الحال، يعني لأنه هي ما كان عندها حدود إذا بدك مع الناس، يعني محبة لدرجة إنه تفتح قلبها كبير واسع بيسع كل الناس. هيدا ميزة عندها وقليل اللي عندهم اياها، يعني لا في حقد لا في بغض لا في ضغينة. امرأة منفتحة على الكل، بتحب الكل، حتى لما بتنكت على حدا كان مش عم تنكت عليه، يعني مش عم تضحك عليه وما بتشوه الصورة، عم تضحك معه. أحسنت، عم تضحك معه مش عم تضحك عليه. أحسنت. يعني في هالفرق هيدا إذا بدك بالعلاقة مع الناس، علاقة محبة. كيف كانت علاقتك ست منى مع الوالدة؟ كانت بالبيت عاملك كهي فنانة نجمة أو كانت كتير هي؟ أنا بعرف أنه كانت ستك، يعني ربيتوا معها شي 17 سنة. نعم كانت ستي هي معنا بالبيت، يعني مع أم في ريال كريم. فالله يرحمون ويرحم جميع الموتى. يعني كانت ماما بصراحة، أنا كنت حس حالي مش بس إنه أنا هي ماما جوزت صغيرة، لأنه بنت 14 سنة يعني طفلة، فكنت حس حالي إنه أنا أمها، حتى مش بس إنه كأختي، لأ كأنا أمها، لأنه يعني نخاف عليها، هي ماما مع القلب من هي وطفلة. ومثل ما يعني شفتوا إنه قديش حبها للفن وعطاءها وهالأشياء، فكنا نخاف عليها بالبيت. يعني أنا حس إنه أنا بدي ساعدها بكل شيء، بدي اهتم فيها، وهي بالبيت مثل ما قلت يعني تفضلت إنه بكل شيء تعمله بتضحك، يعني حتى بالبيت تضحكنا بدون ما تقصد، هي طريقتها بتضحك سبحان الله. يعني موهبتها بكل، سواء على الشاشة أو برات الشاشة، فكنا هيك نحس حالنا كنا. طيب شو كان، شو اللي كان يحزنها في ريال كريم؟ بصراحة أنا ما كنت حسة أنه حزينة بشيء، رغم أنها كانت مريضة و... إيه مريضة، وكان عندها بس مشاكل كتير، الوضع يعني الاقتصادي كان سيء، يعني ما كانت فرقانة مع، كانت تطنش. إيه ما حسيتها أنا بصراحة. كل شيء كنت موجودة أنا وياها، يعني أنه مبسوطة بكل شيء وتحب ولادها، تعطينا من وقتها، يعني ما تحسسنا انه والله هي مهتمه بفنها ووقتها، بتعرف الفنان قد ايه بيكون، يعني ما كانت تظهر حزنها؟ لا. ولا كان في شخص معين تشكيله مثلا؟ لانه هول اللي بيشتغلوا، استاذ ميلاد اللي بيشتغلوا كوميديا بيكون بيدخلهم كثير في حزن، بيدخلهم يبقوا عموما حزينين اغلبهم. يعني اذا بتتابع شوي قصص الكوميديا منن ناس مضحكين، اذا بدك منن ناس بضحكوا حياتهم، يعني حياتهم العاديه. يعني في ريال وراء الكواليس، او في ريال وراء الكواليس كانت حزينه؟ كانت شيء ابدا تشكيلك شيء تتضايق؟ انا بتذكر شغلي، انا صورت بهذا الاستوديو هون فوق استوديو ديب، اغلب الحلقات تقريبا عملناهم هون. كان في ولد يلفي علينا هيك، ولد شباب صغير يعني 14 15، بسيط القلب شوي، يجيب لنا مناقيش احيانا، عارف كيف اشياء هيك. الظهر بفتره الغداء في ريال ما كتير تاكل، يعني بقى حفظته دور روميو، بقى صار هو روميو ويلعب جولييت، بس بطيبه غير معقوله، يعني عارف كيف. قلت لك ولا مره حسيت انه بتضحك على حدا، لا بتضحك مع الناس، تضحك مع الناس قريبي هالقد لهم. يعني اشتغلت معها بس الدنيا هيك حضرتك؟ والله اشتغلت حلقة وحدة بأول برنامج عملته، لأنه كنت تعرفت على هالممثلة القديرة، عملنا برنامج اسمه حكاية كل بيت، كل حلقة لوحدها، كل حلقة قصة. يعني بحكاية كل بيت أخذتها بدور من ضمنه بدها
تودع بنتها يلي رايحة تتزوج عم يعني في هيك شو بيقولوا وقت لحظة فيها محزنة, محزنة هي, هي ما بتحب تمثل حزين. هي توصل عم تقول هالحوار شوي تفقع ضحك, قالت لي ميلاد مش رح فيه يقولون. قلت لها قوليهم مثل ما انت بتقوليهم, لأنه أنا ليموني وقتها. قالت لي شو بدك؟ قلت لها بدي في ريال كريم. قال أوكي بعطيك في ريال كريم. ليموني الناس وقتها أنه كيف قلت لها بدي في ريال كريم؟ لحظة دراما يعني. قلت لهم يمكن هي كانت تصرفت هيك مع بنتها يعني, مش انه يعني ما ضحكت لانه هي بدها تضحك, هي هيك صحيح صحيح يعني ما السواد ما بيفوت على قلبها. هذا بخلينا نسالك ست منى, كيف كانت بالبيت الوالده؟ يعني قليله الكلام او كثيره الكلام؟ متطلبه بالبيت؟ تأمركم انه بدها ترتاح جاي من حفلة تعبانة, ولا كانت عادي مثل قلتي من شوي انها كانت أيه. عادية بالمسرح نفس الشيء بالبيت. بس كانت كثيرة الكلام ام قليلة الكلام؟ يعني لا هيك ولا هيك, وسط. يعني حسب الجو اللي عايشين فيه, واجمالا يعني كنت حسها مثل اي ام عادية بالبيت. كيف يعني انه نتشارك بالاكل, ما كانت شاطرة بالاكل فنتشارك كلنا كيف عم نحضر الطبخة وهيك. وضلت مش شاطرة بالأكل. صرت أنت تعلميها الأكل. لا طلعت مثلها هلا. أنا ما بعرف, أنا طالعة لماما بهيك إشي, مش عم قلك يعني حابة ألعب دور كوميك, وإن شاء الله يجيني دور كوميك تشوفي قديش نفسي طويل. صرت قلتي ليها برات الهوى كتير أنك حابة تلعب كوميك, لأنه طلعت لقلها يعني ما بعرف أطبخ كمان. دي صار لي هلأ وصرت تيتا. يعني مرة جابت لي بنتي كتاب فن الطبخ, قالت لي لكن ماما هاي الكتاب تعملي مثل ما موجود. قلت لها أوكي, طبقت الطبخة وقلت بدي اهتم يعني مثل ما كاتبين رح طبقها بالحرف. اجيت هيك كان بالجامعة أو ما بعرف, أكلت قال هيدي مثل الكتاب. قلت لها يعني مش معقول. فعرفت كيف انه كنا تسال رفيقتها ماما الله يرحمها على التليفون. كانت تجرب تطبخ يعني؟ لا بعد ما توفت ستي الله يرحمها, يعني ستي لما كانت عايشه معنا كنا مبسوطين. كان اكيد ما كنتوا تاكلوا؟ اكيد بس تطبخ الست في ريال ما كنتوا تاكلوا, تشتروا من برا. ايه فلما لا صرنا نتعاون كلنا سوا ويمشي الحال يعني الحمد لله, مبسوطين بكل شيء كنا يعني. مشان هيك البسمة ما كانت تفرقنا إن كان على الشاشة أو معنا بالبيت. هذه الشغلة كتير كتير منيحة, بحيث إنه ما كان عندها انفصام بشخصيتها. كانت يعني أولادك في حدا بيشبهها؟ أنا شفت في ريال عن جد يعني شو بيقولوا مثل خنتق منتق. عن جد في ريال كتير. في حدا عنده موهبة في ريال كريم؟ في ريال بنتك حتى ما هلا انا ما فيني اقول اذا, بس هي بتحب تمثل بصراحه. انا ما اعطيتها الفرصه لانه كنا عم نحكي وحكيته قبل شوي عن انه وضع الفنان ممثل بلبنان. يعني انا بحس انه وضعنا بعده لهلا مع الاسف انه الدوله نسيتنا, فان شاء الله يعني. مشان هيك انا صراحه ما حمست على انه تفوت بالفن, وفاتت بغير مجال يعني. فاتت بالإدارة ونشيطة. إيه الحمد لله. بس هي لهلأ بتشبهها كتير. إيه بتشبهها ومهضومة بالبيت وعندها شيء. بدك تقليلي ما أنا شفتها مهضومة. وبتنتقدني كتير انتقادة قاسي. مشان هيك ست ريال كانت تنتقد؟ لا ما كانت تنتقد. لا ماما, لا ماما انبسط فيي من أول ما بلشت. هي تقبريني تقلي حتى أنه بس شوفني على الشاشة. هلا بنحكي كيف بلشتي. بلشتي بدون معرفتها لا هي ولا الوالد. أستاذ ميلاد, هل كانت السيدة في ريال تحترم مواعيدها؟ سكتني عملت لك اتفضل. ست في ريال من الممثلات القل مثيل بهالمعنى هيدا. رح خبرك شغلة صارت معي. كنا اخذين مدير انتاج شاب جديد, ما بعرف شو صار بوقتها, تركني مدير الانتاج واخذت حدا ما عنده خبرة. نازل انا عن الدرج من الكنترول روم, بشوف في ريال عم تبكي. اخوتي شو بكي؟ ما كانت تحكي. بالاخر فهمت انه اجا هيدا مدير الانتاج لا تاخرت نص ساعه, يعني هن كانوا الممثلين يوصلوا 7:30 لا وصلت 8 قام بهدله. لقطته انا شو بدي خبرك يعني. غسلته قلت له هيدي المره جايه من الشام, كان عندها تعمل حفلات بالشام. أيوه كان في حرب ابو سمير الله يرحمه فيها الصبح,
ويوصلها 7:30 وصلت 8 وصلت 8 يعني هلا هي انزعجت لانه تاخرت هالنص ساعه هيدي. بس هول الفنانات يلي مع الاسف ما عاد في منهم، وهول الممثلين يلي ما عاد في منهم. هلا يعني هي الست صباح مثلا توصل اول وحده كانت على المسرح، الصوره غير العالم كله، ريال كريم توصل اول وحده. بس هي قايله بالارشيف باللقاء مع رياض شراره، هلا الناس بيشوفوه بعد شوي، هي قايله انه على طول كانت مؤخره. لا كانت عم تبزح مش خلال مش خلال تصوير الدنيا هيك ابدا. اكيد لا اكيد بتجي على الوقت وقبل الوقت كمان. استاذ جهاد الممثلين القدامى كانوا 7:30 يكونوا مزبوط بتلفزيون لبنان، ما في مزح بالعمليات، حافظين عارفين شو بدهم يعملوا، لابسين عاملين ميك اب جاهزين يفوتوا يقفوا قدام الكاميرا، واذا قبضا يخلي حدا منهم يغلط بحرق. استاذ ميلاد كانت تعذبك ست ريال؟ ابدا ابدا. وقفي هون سوي هون ابدا. طب وكيف كنت تخرج وهي يعني تعمل اخراج وهي تضحك الكل؟ لما كيف كنت عفوا كيف لما كنت عم نشتغل هون كيف كنت تتمالك نفسك؟ الضحك يعني اضحك والمشكله يعني انه اذا شغلي مهضومه عم بتصير قدامي، اذا مخرج شو هالمشكله؟ عرفت كيف؟ تضحك تنبسط تنبسط عم تعمل شغله انت حاببها، هذه كثير مهمه. ما كانت تعطيك ملاحظات هي تقول لك خدني من هون بدي هيك بدي هيك؟ بدي اقول لك شغله، وقت كنا هون عم نصور كان الاستاذ محمد شامل الله يرحمه كان تقل شوي يعني كبر بالعمر وصار شوي أدائه بطيء يعني وهذا أحيانا يتأخر نتفي ليفوت، وأنت بتعرف الكوميديا عملية ريتم يعني ما في. أنا إلا لفريال أنا حاطت عليك كاميرا من أصل الثلاثة إليك وحدك، ساعة اللي بدك ساعة اللي بتحس إنه قشط المشهد فوتي، شو ما بدك قولي فوتي، لأنه كنت عارف إنه اللي راح تقوله صح، وكنت بتعرف هي بترتجل ترتجل ملكة الارتجال. ليك في شغلة تتميز فيها كانت الله يرحمها هي الذكاء، لأنه ما في تكون عفوي وترتجل هيك إذا منك ذكي. شو عملت بالمشهد؟ أي مشهد؟ محمد شامل إنه تقل وكذا، لا إنه محل ما تحسه تأخر كانت تفوت دغري. دغري عارفة إنه أنا حاطط عليها كاميرا لوحدة فارد لها كاميرا لإلها، لانه هلا كلهم كانوا ممثلين قبضيات وشاطرين يعني انه عن مين عم نحكي؟ عم نحكي عن الياس رزق، عن ليلى كرم، عن ليلى كرم، عن ليلى كرم، عن ماجد افيوني، عن درواندي، هو ناس ما اش في منهم يعني، هو ناس ما اش في منهم، كلهم قبضيات وممثلين شاطرين وهذا. بس فريال كان لها مطرح خاص، فريال كانت لولب بهالمجموعه هيدا يعني ما بيمرق حلقه من الدنيا هيك اذا في ريال بدنا فيها. صحيح هيدي. على كل حال رح نرجع لهالنقطه بالذات معك، وخلينا هلا نسمع شهاده من الممثل القدير سعد حمدان بحق الفنانه الكبيره. كل الفرح في ريال كريم. لبنان يفتقدها، لانه فيني اقول عنا لؤلؤه المسرح، لؤلؤه الفن. معظم المنتجعات السياحية الفنية لما كان بدها تعمل سهرة ما تقدر تعمل إلا ما يكون فيها في ريال كريم، لأنه كانت رقم صعب بنجاح حفلاتهم. وكان إلي الشرف أنه تلاقيت أنا وياها بحفلة غنائية، وكنت سعيد أنه أنا موجود واسمها هي على اليافطة موجود. قليل جدا اللي عندهم هيدي الكاريزما اللي بتملكها في ريال كريم، يلي هي كلنا بنعرف انه اسمها فيرا، اسمها الحقيقي سيدي في ريال كريم نسبة لجوزها محمد كريم الفنان. هالكاريزما اللي عندها، هالعفوية اللي عندها، خلت الناس تطلق عليها لقب الظاهرة، وخاصة لما راحت أول ما راحت بعمر 7 سنين لتشتغل بمصر. لما بيشوفوها النقاد والمسرحيين بمصر وبيطلقوا عليها لقب المعجزة، ففعلا هي كانت معجزة. لما عم بتمثل، عم بتمثل بصدق، عم بتمثل بإحساس بدون تصنع. أهم شيء إنه بدون تصنع، بتدخل لقلبك بسرعة بدون ما تحس. جملة لوحدها
بتطلع منها قبل ما هي تمثلها. فهيدي الميزة وخاصة بشخصية زمرد كانت هي 50% إلى سبب نجاح الدنيا هيك. الساحة اللبنانية فقدتها، بحاجة لناس يعبوا محلها بعد لهلأ ما 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 إجا. لو ما هي علامة فارقة بعالم الفن ما كانت الناس بعد لهلأ بتتذكر فريال كريم. ست منى، بصراحة أنا كتير حابب يعني نتعرف على خصوصيتها للست فريال والناس تعرف فريال كريم أكتر. كانت تحب تنخلط بالناس أو ما تحب تتعاطى مع الناس، تحب بس تجي تخلص شغلها تجي تنزو وتنام تقعد بالبيت لحالها؟ هلأ وقت شغلها أكيد يعني أنه تعطي الأولوية للشغلة، بس وقت ما بكون عندها شغل بالعكس بتحب إنه رفقاتها اللي بالشغل يعني عناصر الجروب الدنيا هيك أو الفنانين اللي كانوا يغنوا وهي تغني معهم، يعني كان البيت يكون جو فني ملان. إيه وكمان بتحب إنه خالاتي وأخوي يعني عرفت كيف إنه كل العائلة كمان نهار الأحد أو شيء نجتمع يعني العائلة. بالعكس بتحب كتير الأجواء اللي هيك إنه يأخذوا ويعطوا ويتسلوا. إيه لا أنا بعرف إنه الفرقة الموسيقية كانوا يجوا بس يكونوا زهقانين يجوا يقعدوا عندها. إيه تعبلن يعني أجواء وكذا. إيه تحب هن يجوا لعنا. كانت تحب كتير تلعب طاولة الزهر. صح مزبوط. تعلمتيها أنت؟ لا. كانت تلعبها مع البابا. كانت تلعب مع البابا وبس. بس يعصب بابا تربح، لأ ماما أغلبية الأوقات هي اللي تربح. كانت تغش يعني؟ لا شطورة كانت. شطورة بابا يعصب يمسك الطاولة هيك وقع على الأرض إنه عصب. هي ما كانت عصبية بالبيت. لا. بابا كتير كان عصبي. بابا عصبي بعرف يعني قرأت هالشيء يعني كيف ما بعرفه. هي ما كانت عصبية. طيب كانت تحسسكن إنها هي أثرت معكن كأم؟ لا اصلا ما حسينا. ما عم بقول لك يعني اذا ما في شغل تتفضل لنا بالبيت، وما عم بقول لك بيتوتيه تحب يجي لعندها رفقاتها اكثر ما ان هي تروح، فنحن اكيد عم نشوفها دائما يعني وتخصص وقت مثلا تاخذنا مشوار هيك يعني. بالعكس كثير كنا مبسوطين انه هي فنانه ومحبوبه، وبنفس الوقت انه كأم ما حسينا بفراغ يعني. كان عندها اصدقاء خاصين فيها خاصه من اهل الفن؟ أغلبيتهم كانت تحبهم، بس أكثر شيء يعني إنه نشوف الله يرحمها ليلى كرم كانت يعني رفقتها إنه على طول سوا مع بعضهم. اشتغلوا منيح الدنيا هيك. بس ما كان عندها أصدقاء خاصين من الفنانين؟ إنه مثل ما قلت لك أجواء يعني إنه بس اللي بتتعامل معهم. إيه. طيب هي فترة اللي اشتغلت مسرح في لبنان. والمسرح بتعرفي ليلي بتترك البيت وبتجي بنهار بتنام. كيف كانت تتعامل معكم كأم؟ هلا نحن بنعرف اكيد انه ماما خاصة اذا عندها حفلات او مسرح اكيد انه بدهم يجوا مؤخرين فبتنام، فنحن يعني تعودنا عشت كيف انه بالعكس يعني انا بصير بحس انه مثل ما قلت لك انه بس توفيت ستي كمان بتحس انا بدي اقوم ساعد بالبيت وكذا وهيك، وانا فيقه انا حاسه فيقه انه يلا امي صرت امها بالبيت. بس انا عرفت انه انت ما كنتي تحضري امك. ما احضرها؟ كنتي تهتمي كثير بدرسك وما تحضري لما يكون عندها لامك شيء عمل تلفزيوني وكذا ما تحضري. لا بالعكس كنت حب كثير احضر، خاصه مثل ما قال كمان سيس صلاح انه مسلسلاتي اللي تطلع فيهم كثير كنت حب احضرها. لا ما فوت ابدا. إذا شيء إذا حفلة مأخرة إيه أنا يعني يكون عندي درس وبدي نام بكير أوكي، بس هن كنت تحضري تحضريها على المسرح؟ تروح تحضري مسرحياتها أو حفلاتها؟ وكيف كان ردود فعلك هيك تنبسطي أمي اللي عم بتغني ولا؟ إيه أكيد لما أروح معها وحتى يعني بس نتعرف على ناس ويعرفوا إنه ماما فريال كريم يا لطيف شو يحس إنه قد ما يحكوا عنا بحبوها يعني يصير إيه شوف حالي يا أنا مميزة. بس تشوفيها كنتي على المسرح حضرتيها على المسرح؟ إيه طبعاً. كيف كنتي أنت هيك تراقبيها تطلعي فيها تخافي عليها هي على المسرح؟ إيه وحس إنه يعني
كمان حس انسى انه انا بنتها قد ما تعمل اشياء مثل ما قال استاذ ميلاد انه في عندها اشياء على طول جديده يعني ما تتوقع انه ممكن تعملها والاغاني كمان يلي غنتها كثير كانت مهضومه وهيك يعني حس العالم كله مبسوطه فاكيد انا مبسوطه هي كانت ترتجل بس انا بتذكر مسرحيه شهر العسل مع الاسطوره صباح وقع الصوت صوتها بطل يطلع فقالت لها الصبوحه شو بكي؟ قالت لها عم ببرم مع صوتي قامت الصباحه غمضت على المسرح من الضحك يعني بترتجل كانت استاذ ميلاد ست فريال كانت كثير نشيطه مهيبره مثل ما بيقولوا طبعا هذا ما ولد غيري من الزملاء لكن المجموعه اللي احنا بنحكي بصراحه يعني المجموعه اللي كانت بالدنيا هيك كانوا كبار ما كان عندهم هالنفسيه هاي لانه اول شيء تقسيم الادوار بين بعضهم كان عادل يعني كل واحد وله محله كل واحد وله مشاهده كل واحد وله نكته وكلهم قد الحمله يعني ما بتصور هلا بطبيعه الحال بصير كثير حكي بس انا ما حسيت ولا مره بالدنيا هيك انه كان فيها النفسيه هيدي يعني الغيره من بعض والله هلا انا بس اتصلت فيك وقلت لك بدنا نعمل حلقه تكريميه لكل الفرح في ريال كريم قلت لي انا كثير مشتاق لها ليش قلت لي هيك ليه مشتاق لها لانه الساحه الكوميديه فاضي مع الاسف يعني ما انتوا المخرجين ما اعطيتوا فرص يا سيدي بتجي بتحط زلمي على الشاشه يا الناس بتشتري يا ما بتشتري قد ما تعمل انت كمخرج اذا الناس ما حبوا ما تتعب حالك بعدين كان في شغله مهمه كان في نظافه بالفن يعني خصوصا بالكوميديا خلينا اذا بدك نحكي عن هذا الموضوع ولا مره بذكر انه باي سيناريو اخذته من الاستاذ محمد شامل انجبرت له غير لي هالجمله او غير لي هالكلمه لانه كان كله نظيف وكله خرج ولد من عمر 5 سنين وعشر سنين الكبير والصغير يحضر الكبير والصغير ويضحك وينبسط بهالحلقه اللي كانت عم تنعرض اليوم مع الاسف اذا استثنينا البعض كله صار من الزنار ونازل طب ما عندناش نعرف نضحك الا بالزنار ونازل احسنت كثير الايحاءات الجنسيه صارت مباشره ومخجله عيب او صار في مهرجانات عم بيعملوا هيك عم بمهرجانات مش بنايت كلاب المهرجانات كمان الكارثه الكبرى بالمهرجان كانت منى عم تحكي قبل شوي انه عندها اشياء جديده ست فريال كانت كرييتيف انفنتيف يعني تخترع اشياء جديده راحوا عملوا مهرجان احد المهرجانات وطلع كل واحد منهم بالشخصية اللي صار لي 10 سنين شوفها اللي هو عم يعملها بالبرامج الكوميدية عيب ولو مهرجان طويل عريض بتطلع بشخصية صاروا العالم شايفينها 100 مرة وما بطل نكتة نكتة استاذ يعني. ميلاد شو كنت تحبي في ريال كريم؟ عفويتها وواضح على كل ما تحكي عم تحكي عنها بحب كبير يعني طبعا في ريال كانت ركيزة بالفن بلبنان يعني اليوم في كتير ناس عم يشتغلوا كوميديا حاليا كان في يمكن حدا ممكن ياخد محلها بس مع الأسف انجرفت باللعبة ويمكن مش الحق عليها الحق على اللي عم يكتب لك بس انه فريال كانت مميزة جدا بين كل اللي اشتغلوا كوميديا ما بتشبه حدا بتشبه حدا ست منى احيانا الواحد خاصة الفنانين بس تلتقي فيهم شخصيا تنصدمي بتلاقي الكوميديان بتلاقي هالعفوي اللي بيضحك بس تلتقي فيه شخصيا تلاقيه جد قاسي وقاسي في ريال اذا حدا اساء الها بترد الاساءة او كيف تتصرف؟ والله بصراحة انا ما حسيت ولا قالت لنا ولا شفنا انه حدا اساء لها يعني عرفت كيف؟ انه ما ثقبت هيك عن جد انا يعني انا مخضرمة يعني تلفزيون لبنان انا بلشت فيه العمر كله تسلموا الجو اللي كنا فيه مثل جو العائله بس نكون عم نصور صح ولا لا فما في يعني ما في حدا تضايق منا او نحن تضايقنا من حدا يعني انا بلشت انه شفت الجو اللي عايشين فيه وبلشتي مع كبار كمان فكنت حس كثير مبسوطه وكثير مرتاحه عن جد يعني ما كان في هالاشياء اللي ممكن تحصل بس الماما يعني اذا حدا اساء لك كيف كانت تتصرف
ما عم بقول لك ما صادفت نهار قالت انه فلان ضايقني بشيء او فلان حكيت ابدا. لا الفن في كثير غيره وفي كثير حسد. لا والله ما حسيت بهالشيء. لا سيد اشو مستحري انا يعني لا لا عرفت كيف انه ما ثقبت شي مره قالت ولا زعلت زعلانه وهي ماما بالعكس بتفش خلقها يعني بتفش قلبها لقلنا بالبيت فما حسيت هالشيء وانا عم بقول لك بلشت بتلفزيون لبنان يعني كنا عن جد مثل العائلة كلنا سوا مع بعضنا فكيف ممكن أنت تزعل من خيك أو أمك أو أختك مزبوط ولا لا؟ أستاذ ميلاد لما كنت تعطيها النص للست فريال أو الدور كانت تحفظه بسرعة؟ يا أخي كانوا ملتزمين كانوا عايشين الدور كانوا بروفيشنال بالأساس يعني أولاد مهنة طلعت هالسيناريو وتكزوا مثل ما هو. طيب أستاذ ميلاد سألته بشوية هذا السؤال أنه هي اشتغلت مونولوج واشتغلت كوميديا أنت شو كنت تحب؟ أنا ما بعرفها كتير بالمونولوج يعني إلا ضمن كم غنية يعني سمعت لي هون بس أنا كنت حبها كممثلة كممثلة يعني كممثلة كممثلة أو كمقلدة كانت تقلد وتفقعنا من الضحك صراحة ما كتير بهمني التقليد يعني أنا بشغلي بهمني يكون عندي ممثلة شاطرة ممثلة مهضومة ممثلة يشتروها العالم يحبوها وهذا هدف كل حدا بتحطه على الشاشة إنه يشتروه هذا زلمة أو هذه ست حابة يعني حابة تعرض لكم شيء اشتروا يعني انا ما بيهمني الا هالاسبكت هيدا هالوجهه هيدي من بريال اذا بدك الممثله القديره الممثله العفويه الممثله اللي بس تطل دغري بتفوت على القلب صحيح وعشان هيك رح ناخذك هلا وناخذ المشاهدين لنشوف من اعمال كل الفرح في ريال كريم سعيده يا عيني يلا يا مامي اجتك ام المشاكل بغضن ست وردة قولي لابنك يضب لسانه ابني بعد اللي جرى وصار معه حق يقول عنك ام المشاكل لكن هلأ بما انك شرفتي اهلا وسهلا فيك تفضلي ولو انا جاي استجير فيكم بعد ما عزيز السلمانكي ما خلى فيي ستر مغطى وناوي انه يهجرني بتلاقوني هيك ملاقى هي ويلو ما في حدا يشد معه والناس أبني بجيرتنا يا سلام شو هالصوت الجميل بتحب جيب لك أرجيلة؟ لا عبقت الصبح ما بيشربوا أرجيلة بابونيز ولا بيبونيش بحب أعمل لك بيت لمنادة ولا كبيت لمنادة مزاهر ما ورد لا 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 ما بدي ما بدك شي ايه قهوة مش شعب الفنجان قهوة بالمطبخ أنا قاعد بالصالون كمان يا بنت الحلال شو صار لي؟ شو هيدا اللي عملتيها طيرتي لي ضبانات عقلها هيك بخبالها القهوه على عينيك قلنا شو بكونك وسخت الكنبيات هلا قلبك على الكنبيات ما قلبك عليا قوم خلصني قوم ليكي انا عارف انه انت انا من وقت اللي فت على هالبيت كاني داور لي شوفي يا امل امل حيرني وجاني وامل مرمرني ويا مدامن صبرني ويا مدامن امل امل حيرني وجاني وامل مرمرني ويا مدامن صبرني ويا مدامن شي بحير شي بنرفض شي بجنن بسيطة شي بحير شي بنرفض شي بجنن بسيطة في بحر الحب رميني وكاسات الشوق سائيني ومن أي بلاد جاييني ومن أي بلاد في بحر الحب رميني وكاسات الشوق سائيني ومن اي بلاد جاييني ومن اي بلاد حب وخلوا عني ولا وراحوا خلت بسيطة حب وخلوا عني ولا وراحوا خلت بسيطة مرات البي عامل لي عنتر وبيتمشى وبيتغندر عشية كلمة بيجي عالبيت بيقلي دخلي جسمي مكسر مرات البيت عامل لي عنتر وبيتمشى
جسمي مكسر. كان أول عمل نجتمع فيه هو مسرحية عمارة برسم الإعارة اللي انعملت بالحمرة، وكان فيها كتير نجوم منهم، فبقدر أكد على أخلاقها بالتعامل، احترامها لكل زميل لها، عدم تعاليها، علما أنه بهذيك الوقت كانت نجمة لامعة. في ريال كريم ما بتتكرر، مع الأسف ما بتتكرر. ممكن حدا ياخذ كاركتير من هالنوع هذا، بس ما بيكون في ريال كريم. احيانا تطلع كلمات من عندها ترتجل، وانا ما كان عندي مانع لانها كانت ترتجل بالوقت المناسب والكلام المناسب. ما تكرر الجو اللي كانت تخلقه في ريال كريم بهالعمل. لما خلصنا عم بقدم لها كورباي زهور، لك هلا انا كثير متاثر، بتقلي انا بس بحب ما تنسى انك انت قدمت لي احسن دور عملته بحياتي. ما فيني اقول عن في ريال كريم الا مبدعه متواضعه، اعتبروها مدرسه لفي ريال كريم. شق البحر قم سافر هي مكتوب، شق البحر قم سافر هي مكتوب، وسلم على حبابي قلبي هي مكتوب، خايف يروح ويطول هي مكتوب، وينساني على طول المدى هي بي 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 هي بي 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 هي 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 يا باي 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 يا باي. واش الرحلاها وانا حالاتي، واش الرحلاها وانا حالاتي، روحي عالي للأجلة، ها 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 ها. ست منى لما بيكون عندها مسرحية ست فريال أو بيكون عندها حفلة، كيف كانت تستعد؟ يعني في منهم بيخافوا كتير وكأنهم أول مرة طالعين على المسرح، وفي إيه؟ منهم مش فارقة معهم، لا فيها الرهبة يعني، وبتحب عطول. إنه ماما مشهورة كانت بالأناقة كمان، إيه عطول يعني بدها تلبس شي جديد وشي حلو وكذا وهيك، يعني عطول مهتمة بحالها، عرفت كيف؟ شكلها، شعراتها، المكياج، اللبس، وتتمرن كمان هيك على الأغاني، يعني إنه حياتها الفن. أنا كنت حس حياتها الفن، يعني كيف ما عملت هي عم تفكر بالإشياء اللي ممكن تجدد فيها وتعمل فيها. أي أنت شو أخذتي منها؟ أخذت منها حبيت الفن من خلالها أكيد، ومن خلال هذه تحصيل حاصل لأنك عم بتمثلي. أي بس غير إنه ما بتعرفيش تطبخي. ما تحكي قدام الناس كلها. لا لا ما حدا سمعه خبر بيناتنا. لا ما حدا عم يسمعنا بيني وبينك. استاذ ميلاد مش معنا. استاذ ميلاد معلش لانه حكيت قدامه. لا نحن ما حدا سامعنا. ما تحكي. لا انا هاوي طبخ والله. ايه طبعا معزومين نحن، بس هلا ما حدا سامعنا احكي. امني الحمد لله. وشو بدك شو اخذتي بعد غير انه ما بتعرفيش تطبخي؟ ما قلناها ثالث مره. ايه الفن مثل ما قلنا بنحب الفن والضحك. يعني انا هيك بحس على طول انه جعبالي احكي شيء بالبيت يضحكهم لاولادي، جو المرح والفرح وهيك اشياء. بتعرفي هذا الكلام هلا الجمهور كثير رح يتفاجئ،
انه بياخدك على طول بكى و... ونويح وتعتير و... ما بعرف ليش وارمل وما بعرف شو. فجاه هلا عم تقولي على طول كوميديان، شغله كثير حلوه الحمد لله. يعني يمكن رح نشوفك بالكوميديا ان شاء الله، يعني قريبا ان شاء الله. يعني في شيء مشروع؟ لا انا عم بحلم بعدني. صوتك حلو مثل الست فريال؟ لا بحب صوتها مش حلو بس بيأدي حلو. بيأدي انا بأدي يعني بالبيت كمان كله بالبيت. انا يمكن مشان هيك بعدني مضاينه بالفن وبالحياه الفنيه، لانه عم بعمل شوي انه بالبيت بضحكهم بالحياه بالتمثيل ببكي. يلا بدنا تشتغلي كوميديا لنشوفك ان شاء الله. بركي بالاستاذ بلال. يلا ما عم بتقول لك يعني بالنتيجه لانه صنفوها مشان الدراما. هيك بصير، صاروا يطلبوها المنتجين هيك. بس المخرج اللي بده يغامر فيها البركه فيك ان شاء الله. شو يعني بس ما بتعرف السوق اليوم سوق عربي اكثر ما هو سوق كوميديا. بسم الله بعد صبيه يعني. ايه انا باول طلعت تيتا. استاذ ميلاد شو كانت تعمل فيك الضروبه ست فريال؟ كانت شاطره بهالقصص. انا ما تعرضت لضروبه مع. طيب شو بتتذكر هيك شيء مهضوم؟ ما عم لك المهضوم انه كنا كل يوم الظهر على فتره الغداء تعمل لنا حفله. يعني ما كنت تاكل كثير تقريبا بالكاد. إيه يعني شوي انه هيك من قريبه يعني عشان الرجيم. بس انه باستوديو فتره البريك الظهر كنا نكفي ضحك يعني. ده اللي عنده شيء هيك جديد تقوله تخترعه ليدل في جو هالفرح اللي كانت تخلقه بمجرد وجودها بين بهالفرقه. طيب يعني الفنان بتعرف عنده لحظات ألم، وهديك الفترة كان في حرب والمصاري كان قليل، بده الفنان يشتغل كتير ليطلع. يعني كنت تحس أنه في شيء عنده من الحزن والله ما كانت تبين أبداً؟ أبداً أبداً، يعني ولا مرة حسيت فريال عنده هيك نقمة على حدا أو عنده حزن أو ما تبينه يعني. أقله تخليه لإلها بطبيعة الحال، لأنه للناس كانت على طول هالوجه الضاحك هالوجه المبتسم، المرأة اللي بتكب هيك نكتة وبتمشي، عرفت كيف؟ تعليق كلمة بس. فريال الكريم من أول ما خلقت معها مشاكل بالقلب، وحقيقة خلال كل مسيرتها الفنية بكل عمل هي كانت موجوعة. ما كانت تحسسكم بالمرض أستاذ ميلاد؟ أنا عرفت لما توفت أنه كان عندها مشكلة بالقلب. إيه؟ قبل ولا مره حسينا انه يعني باستوديو هي عم تشتغل ولا مره حسيت انه عندها اي مشكله صحيه ابدا ابدا. كانت بتكون كانت ضابطه حالها. عم اقول لك انا عرفت انه كان عندها مشكله بالقلب لما توفت. هذا كمان هذا بده جهد وصبر انه ما يحكي عن وجعه الواحد. ابدا ابدا، ولا تجيب سيره ولا تحس مع انه بهالشيء. هي الظاهر خلقت من اجل الفرح ولا تعطي الفرح للآخرين. هن الفنانين الكبار عموما بيموتوا على المسرح يعني. أيه. مولير واحد منهم. أيه. مثلا. أيه. فريال ونصر شمس الدين مات على المسرح. أيه. كيف كانت تتعامل ست منى مع أولادك؟ ولا ما شافت حدا؟ بعتقد فريال ما شافت. لا فريال بعد ما توفت ماما الله يرحمها، بس ليال كان عمره يعني لما توفت ماما 3 سنين وبلال سنة ونص، يعني بسط فيهم كتير. وليال أول حفيدة لإلها يعني كانت كتير هيك عطول تحملها تلعبها كذا، يعني عن جد أنه حست هيك أنه فرحانة بشكل كتير حلو. وسبحان الله يعني بس ما شفتهم كتير. كانت تعطيكي نصائح عائلية كأم ونصائح فنية كفنانة؟ لا ما بذكر ولا مرة عطتني نصايح يعني هيك، بس انه بشكل عم نحكي عادي. وبالتمثيل مثل ما قلت لك ما عطتني ولا نصيحة، بس بالعكس يتقبريني يقبرني جمالك عطيني يعني تحسسني كأنه هي مشاهدة او ام عادية مثل انه شايفه بنت على التلفزيون. صدقني لا ابدا ما عطتني ابدا. وكأم يعني كنت انه هيك مثلا تحب عم بقول لك انه نكون على طول مع بعضنا مبسوطين وهيك، بس انه ما عطتني نصيحه انه والله لازم تعملي هيك او شيء. يعني اصلا ماما عم بقول لك يعني تجوز من 14 سنه وهيك، يعني انه حاسه انه ام عاديه، عرفت كيف؟ مهم اولادها حدها مبسوطه وفنانه محبوبه، يعني ما عندها شيء ثاني تفكر فيه.
استاذ ميلاد يعني هل فريال كريم اخذت حقها كممثله كوميدياني؟ هل حدا من الممثلين عم ياخذ حقه او اخذ حقه؟ لا ما اظن. كيف لازم ياخذوا حقهم يا اخي؟ في الدوله لازم تكون موجوده يعني. مع الاسف اللي لا انا مش قصدي التكريم، انا قصدي كموهبه في ريال كريم. هل يعني مثلا الدنيا هيك شبعت لها رغبتها اشبعت لها رغبتها؟ هل المسرح ليك في ريال اشتغلت كتير يعني ونوعت بتصور ايه يعني اخذت حقها اذا بدك بالادوار اللي لعبتها ايه يعني. ما وقفت عن العمل ولا مره ولا طالبت انه بشغل، بالعكس كانوا دائما وراها بدهم اياها مطلوبه يعني. حضرتك حكيت عن الست صباح، يعني الست صباح كانت تصر انه بدها فريال معها بالمسرحيه واشتغلت مع محمد شامل اكثر من مسرحيه. عفوا الست صباح يعني ست الكل حلو كثير بعتقد، شهر العسل، وبعدين مع الياس الرحباني عملت هي لست صباح كمان جابتها بمسرحية بعتقد. بس ست صباح كانت تصر انه فريال كريم تكون معه. فريال كانت اتو بكل مطرح بتحطها يعني، مش انه هيك جايبين حدا، لا جايبين حدا. وواسين طبارة كتب لها كتير حلو طبعا كتير حلو طبعا. ست منى، هل الماما اخذت حقها برأيك كفنانة؟ ايه انا حاسه مثل ما هلا كنتوا عم تفضلوا تحكوا انه يعني لعبت على التلفزيون ادوار كثير حلوه وحبتها ونجحت فيها، وتلفزيون مسرح سينما، وكانت تغني وتقلد يعني. بالعكس حسيت انه انا الحمد لله الله اعطاها نعمه كبيره انه عندها الموهبه وقدرت مثلا المؤلفين والمخرجين يعطوها كمان اشياء تقدر تبدع فيها، وهي يعني كانت مبسوطة أكيد. أنت شو كنت تحبي في ريال كريم؟ المقلدة، الممثلة، المونولوج، شو كنت تحبي؟ مونولوجيست كل شيء، بس التمثيل يمكن لأنه أنا هيك حبيت التمثيل بعدين. يعني بالتمثيل بحس أنه بتعطي، وكمان مثل ما قلنا بالدنيا هيك يعني قعد 4 سنين فترة طويلة، يعني تحس أنه كاركتيرة عن جد تعمل إشياء جديدة بعدين. لأنه يمكن كمان كنت أنا ماما هي تحفظ دورة لحالها ترجع أنا سمع لها بالبيت وتزيد هي عم تسمع لي، وبتحب تسمع من بعد 12 بالليل. اف تسهرك ايه يعني؟ ايه تسهرني. عندك مدرسة؟ لا كنت يعني شوي كبرت. ف يعني اكتبهم انا لانه فعلا شو يطلعوا بجننوا، ونصير نضحك. بابا يكون نايم يفيق قلنا يا عمي شو بكون شو القصة؟ قال له يا عمي تعال اسمع. عن جد يعني هالاشياء اللي تزيدها كثير كثير حلوة. شخصية فريال كريم، شخصية هلا راحت، بس شخصية فريال كريم بتحسها موجودة باللي بدك تشتغله هيك انت يعني؟ واحد بيتخيل بتمنى موجودة. لا ست منى رح اخدك لمحل يمكن يضايقك شوي. مرض فريال كريم، كيف انتو اكتشفتوا مرض فريال كريم كأولاد؟ البي كان بيعرف الزوج يعني، بس انتو كيف تقبلتوا هالشي وكيف اكتشفتوه؟ نحنا نعرفه لانه ماما من البداية هي طفلة فتعايشنا معه مثل ما هي تعايشت معه. مشان هيك مثل ما قلت لك يعني انا كنت بنتها، بس انا كنت احس حالي انا امه. عرفت كيف يعني؟ انا اهتم فيها، انا فيقها، حضر لها ترويقها، اذا في يعني ما خليها بالبيت تتعذب تشتغل شيء. عرفت كيف يعني؟ ما حسينا انه هيدا عبء او حزن لنا. استاذ ميلاد، يعني رحيل فريال كريم شو ترك من مساحة بعد اللي حديت هلأ ما حدا عبيها؟ ليك الكوميديا بلبنان بوضع سيء، خلينا نقولها مثل ما هي، خاصة النسائية. بس حتى يعني ما بقى فيها العفوية. يعني كان عندك أبو سليم قبل، كانوا مجموعة كمان مثل مجموعة الدنيا هيك. انت عارف يمكن انه السيناريو تبع ابو سليم قديه كم صفحه كان يكون؟ بعرف، ما هو قال ارتجال ساعه صفحه ونص. يعني اذا بدك تقيسها بالحوار بتطلع دقيقتين، يعملوا ساعه. ليه؟ لانه
كانوا هني ركبوا، كانوا كلهم خلاقين. وهذا فن يعني، هذا طبعاً طبعاً كانوا كلهم خلاقين، يعني مش إنه اتكال على شخص بس يرتجل، الكل كان. وهي صعبة مش سهلة يعني. كيف تلقيت خبر رحيلها؟ والله كمان بعتذر، بس أنا في ريال كنت حبها كتير صراحة، زعلت يعني. عم تحكي عن الرحيل ومبتسم. ايه بس انه مبتسم لانه عم تحكي عن فريال، بدك تبتسم يعني. صحيح. ما فيك حتى بموتى يعني، انه ادخلت الفرح لقلوب الناس يعني. هلا الناس ما تقبلت الخبر يعني، وانا اظن كثير ناس حزنت على فريال كريم، لانه حزنوا على الانسانة بالاول يعني، مش بس الممثله، مش لا. وكان لبنان يعني ببدايه نهايه الحرب، وفجاه رحلت هالكبيره. ايه ايه. ومشينا وراها، نحن كنا طلاب ومشينا وراها، ولبنان كله مشي وراها، فكنا محتاجين وبعدنا محتاجين لهالبسمه. استاذ ميلاد الهاشم، نعم، المخرج اللي بنعتز فيك، الله يخليك. نحن بنشكر كثير وجودك بيناتنا، وبنشكر انك عم بتكرم الفرح كله في ريال. وجباتي يعني ما في ما كرم في ريال. شو بتقول بنهاية اللقاء لفي ريال كريم؟ دعانا شو بدي أقول؟ مشكور ست منى، يعني احنا بنشكرك ولولاكي ما كان في حلقة. الله يخليك. شو بتقولي لكل الفرح، لأمك في ريال كريم وللفنانة في ريال كريم؟ ماما بقول الله يرحمها، واكيد سبحان الله يعني مسويها الجنه، لانه انا كنت اقول لهم امي ما بحياتها ازي نمله، عرفت كيف؟ نمله مش ازي، تصدقني والله العظيم. ف وكفنانه اكيد بنبسط لما الناس لهلا بعد رحيلها بسنين طويله عم تتذكرها، فهيدا شيء فخر وكثير يعني بخليني اشعر انه يعني قديش كانت فعلا عاطية للفن والناس ما نسيتها. يعني شو بتقولي لها؟ بقول لها نيالك يا حبيبة قلبي، تقبريني ما أطيبك. وإن شاء الله يعني الفن يتقدم عنا وترجع الحياة الفنية أحسن وأحسن. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله بنلتقي بمواسم فرح أكثر. من سنة 1938 للبداية لل 1988 الرحيل، في ريال تركت كنز من الإبداع، من الجمال، من الفرح. شوفوا كيف كانت النهاية وكيف ظل الفرح رغم الوجع ورغم الألم ورغم تشتت الفنانين بهالوطن. في ريال كريم ونهاية، يا رب تكون بداية لأيام. أنا عم ساعدهم الطلاب والمطالب، بعدين بلدنا بلد حرية. مريش الريش الريش بقهوية الدرويش، الريش 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 بقهوية الدرويش، عصاي براسة براسة ريش، بتقول الطيري يا غبرة، بتقول الطيري يا غبرة، بتقشقيش البخشيش. مريش الريش الريش بقهوية الدرويش، مريش الريش الريش في قهوة الدرويش. بتمنى نكون ضوينا ولو قليل على هالأيقونة اللي اسمها في ريال كريم، اللي كل الفرح في ريال كريم. شكرا لفريق العمل من مصورين وكل فريق العمل، منتج، إضاءة، صوت. شكرا للمخرج جورج حداد، وشكرا للأستاذ الدكتور حسن شقور. لولاكم ما كانت كل الفرح في ريال كريم. ومنلتقي من تلفزيون لبنان بحلقات جديدة مع رواد من لبنان. شكرا.